أهلا بكم مشاهدي تايم سبورت في كل مكان، وكل عام وأنتم بخير. النهاردة حلقة جديدة من حلقات تايم سوبر، وزي ما عودناكم دايما هيكون معانا كل جديد من أخبار وملفات وضيوف. خلونا في البداية نبدأ بأخبارنا. اتحاد الكرة بكرة في اجتماع طارئ يبحث في حل أزمة الدوري في اجتماعه غدا. مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني بوريدة يعقد اجتماع هاما غدا لبحث الأزمة القائمة على خلفية المذكرة المرسلة من النادي الأهلي للتأكد على تمسكه بحقوقه في بطولة الدوري الممتاز، ويناقش مسؤولي الجبلاية عدة سيناريوهات خلال اجتماعهم غدا، منها التمسك بموقفه، إنهاء الدوري عقب أمم أفريقيا، أو النزول على رغبة الأحمر بإنهاء البطولة قبل انطلاق كان 2019، أو إلغاء الدوري الممتاز. صلى على النبي، كل الناس أكيد عايزة تسمع الحل. هو الموضوع عند مين؟ ومن هينتصر؟ ينتصر هاني أبو ريدة؟ أم ينتصر محمود الخطيب؟ أم ينتصر مرتضى منصور؟ في النهاية هي سيناريوهات كتيرة جدا. في سوبر تايم هنا هنقول لكم كل التوقعات. أنا مش طالع أقول لكم هيحصل كذا أو أؤكد أو أنا على ضمانتي الشخصية خالص خالص خالص. وأرجع تاني أقول لكم عمرها ما كانت خناقة، ولا عمرها هتبقى خناقة، ولا عمرها كانت انتصار لطرف على حساب طرف آخر. أنا الحقيقة من وجهة نظري الشخصية، ماليش علاقة بأي حاجة، إن النهارده مذكرة النادي الأهلي هي مذكرة رائعة بمنتهى الصراحة، بغض النظر عن الخلاف أو الاختلاف أو الحق عند مين. النادي الأهلي النهارده يطرح تساؤلات مهمة يطلع ليها إجابة، ما يطلعش ليها إجابة ده موضوع مختلف، ولكن هو يطرح تساؤلات تخصه وتخص أندية الدوري الممتاز، وبيتكلم في نقط لازم تكون على منظار أو طاولة مجلس إدارة اتحاد الكرة بكرة. وهناك اتنين سيناريو، يا اتحاد الكرة بكرة عنده ردود لازم بكرة يطلع بيها ببيان ردا عن نادي الأهلي، ويبقى كمان بيان متأخر لأن كان لازم يطلع قبل النادي الأهلي، لأن دائما الناس هتقولك أنت دلوقتي رديت على كل تساؤلات إما طرحها النادي الأهلي، هو دلوقتي مفيش وقت انت تتحرك، يعني نادي الاهلي النهارده طلع بيان انت بترد بكره. في ردود، اذا يبقى الوضع كما هو عليه. مفيش ردود على اتحاد الكوره ان هو يعدل وضعه. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ النادي الاهلي طالب طلبات كتيره جدا من اتحاد الكوره، وليس بالطلبات وليس بالضغط، عشان بس نبقى احنا نقول ايه برضو الحق، هي طلبات منطقية يتقبلها أي عقل، وأسئلة لابد أن تطرح سواء للأهلي سواء للزمالك. يعني شيل الكابتن محمود الخطيب، حط المستشار مرتضى منصور، أكيد هيبقى عنده نفس التساؤلات وأكيد هيفكر في نفس الحاجة. سيبكم من الناس عاملاها خناقة إن الكابتن محمود الخطيب بيرد على المستشار مرتضى، أو المستشار مرتضى معاند مع الكابتن الخطيب، أو اتحاد الكورة يرضخ للأهلي يرضخ للزمالك، كل واحد بيشوف السيناريو زي ما هو عايز، ولكن هو في الآخر سيناريو لازم يوصل للطريق السليم والطريق في 8. وهل النهاردة هو مظبط مع الاتحاد الأفريقي إن اللعيبة دي تلعب في الدور الأول مع النادي اللي هيلعب؟ وهل هاني أبو ريدة مظبط إن الأربع أندية اللي هيشاركوا أساميهم هتتأخر حتى انتهاء الدوري والكاس؟ كلها أسئلة إجاباتها أكيد عند هاني أبو ريدة بكرة، لأن بكرة هاني أبو ريدة لازم يطلع بإجابة يجاوب فيها عن النادي الأهلي ويجاوب فيها عن الرأي العام. في الحاجات دي موجودة، الحاجات دي مش موجودة، خلاص خطوة وترجع لورا وتقعد تفكر في كلام النادي الأهلي هتعمل إيه؟ هيكمل الدوري من غير الدوليين ولا بتفكر في إيه؟ ولا مفيش حلول؟ النهاردة النادي الأهلي إدى رسالة لاتحاد الكورة، هما قرارين سكتين، يا عندك حلول وعندك خارطة الطريق فمفكر فترد عليا، يا ما عندكش حاجة فتسمعني وتعدل من نفسك. أيا منهم تختار، اتحاد الكرة يختار بناء على مفاتيحه، بناء على اللي بيفكر فيه. زائد النهاردة ان كل الكلام ان
في بعض الاقاويل ان النادي الاهلي فكر بعد الجدول المسرب اللي راح له، وبعد الجدول المسرب اللي راح له، وبعد ميعاد الماتش المسرب اللي راح، وبعد اللجنه اللي اتعملت برئاسه كابتن احمد شوبير فتسربت منها، لا كلها مسرب مسرب مسرب. اتحاد الكوره مطالب غدا ان هو برضه يعلن المواعيد. المواعيد كذا، انتهاء الدوري كذا، الفرق هتلعب في كذا، القيد كذا، القيد الافريقي كذا، خلاص الموضوع مقفول. مفيش تاخير، مفيش تاخير قيد، إذن لازم يكون في ردود وحلول للنادي الاهلي. النادي الاهلي قال كمان بند في منتهى الاهميه. وانا من وجهه نظري ان البند ده الغى تماما فكره الجلسات الوديه. يعني الغى بعد كده ان انت تقول كاتحاد الكوره بيدعو الانديه لبحث الموقف الفلاني. مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها حط السياسات وخلاص. لان بدايه الموسم ده كان في اجتماع مع كل رؤساء الانديه. كل حاجه حصل عليها اتفاق ما اتحققتش. وفي النهايه الناس كلها مسكت في عامر حسين. مش هقول في اتحاد الكوره. ودايما اقول عامر حسين مظلوم، عامر حسين قعد مع الناس قال لهم مجموعتين، قال لهم مجموعه واحده. قال لهم الوقت والتوقيت هكمل بعد كاس، قال لهم ماشي. هنلعب كل ثلاث ايام، ادوني خمسه. اديتهم خمسه واديت بدلات واديت 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 وجي بعد كده الناس ما لعبتش. وكل واحد بيبص على مصلحه ناديه. وكل واحد شايف ان انا دلوقتي فرقتي مراهقه مش هلعب. بغض النظر يكون في ظلم بين الزمالك والاهلي، الاهلي والزمالك، الاهلي لعب كل ثلاث ايام، الزمالك كل لعب كل خمس ايام، كابتن الخطيب لعب، مرتضى كابتن المشاور مرتضى ما رضاش يلعب، مش ده الموضوع. الموضوع انك بتقعد تتفق وفي الاخر الكلام ما بيتنفذش. حط سيستم، حط سيستم ما يتغيرش. وحط سيستم ما يتأجلش. واضح ان اتحاد الكورة بيدفع برضه ضريبة ايه؟ انا عايز اريح الاهلي، عايز اريح الزمالك، والاهلي عايز يلعب في كذا بطولة، والزمالك عايز يلعب في كذا بطولة، والاتحاد عايز يلعب، وفي النهاية بالعربي كده محدش بيشيل ليلة، اتحاد الكورة بيشيل ليلة. فلازم تبقى الأمور واضحة وصريحة. سيستم من غير نقاش وسيستم عادل. النادي الاهلي قال النهاردة ايه؟ اديني لائحة متكاملة للمسابقات المحلية ذات بنود واضحة وغير قابلة للاجتهاد والتفسيرات الشخصية. وغير قابلة للاجتهاد والتفسيرات الشخصية. أنا مش لسه هفسرها وما تدينيش حاجة أقعد أفكر فيها، اديني حاجة واضحة أراجعها أذاكرها، تمام، فيها عيوب أرد، ما فيهاش عيوب خلاص، عليا وعلى غيري. سهلة، أمور سهلة ومواضيع واضحة. ولا بد ان بكره يكون في ميعاد من اتحاد الكوره للي جاي، لابد. يعني انا البطوله بتاعتي هتبتدي يوم كذا، الموسم الجاي يوم كذا، المواعيد يوم كذا، هعمل كذا، الفرق اللي هتشارك في بطوله واحده، اللي هتشارك في بطولتين، خلاص هي اللي هتتحمل، هتلعب كل ثلاث ايام، هحط جدول مش هغيره. واللي عايز يلعب يلعب بقى هو حر، واللي عايز ينسحب ينسحب هو حر. ما عندكش حلول غير كده تنهار الكره المصريه. تنهار، لأن في النهاية في بطولة عربية الناس عايزة تشارك فيها، أرقام كويسة، بطولة محترمة، أرقام فلوس كويسة، بس أنت عايز تشارك في البطولة العربية ويعملوا توقف، وفي البطولة الأفريقية ويحصل توقف، وفي البطولة الكونفدرالية ويحصل توقف، وبعد كده انهيار الدوري الممتاز، المسابقة الأساسية بتاعتك، وبعد كده انهيار الكرة المصرية، وبعد كده في النهاية كله يرمي اللوم على الآخر. هي دي المشكلة. فالناس النهاردة، أرجو إن الناس النهاردة ما تاخدش بيان النادي الأهلي إن هو خلاف. على فكرة علاقة قوية جدا ما بين مهندس هاني أبو ريدة والكابتن محمود الخطيب والمستشار مرتضى منصور. يعني ما فيش خلاف. الكابتن محمود الخطيب يشوف، بيبص على مصالح النادي الأهلي وبيبص على السيستم أو النظام من وجهة نظره، وله كل الاحترام. المستشار مرتضى منصور يدافع عن حقوق نادي من وجهة نظره، وله كل الاحترام. مهندس هاني أبو ريدة في النهاية يشوف الصح او يشوف المفاتيح اللي في ايديه ويشوف صالح الكره المصريه، ولا كل واحد بيشوف وجهه نظره، وفي الاخر الناس كلها اصحاب. ولكن في وقت خلاص انا ببص على مصلحه الكيان بتاعي، حاسس ان انا اتظلمت، بدور على حقي. عادي احيانا كتير تسمع الكابتن محمود الخطيب او اداره الاهلي ان هو في ظلم، احيانا كتير تسمع الزمالك المستشار مرتضى منصور في ظلم. يعني حتى الكلام على التحكيم، اما الحكام ظلموا كل الفرق دي، ظلموهم لصالح مين؟ هي دي المشكله. المشكله دايما ان احنا حاطين قطن، ما بنسمعش صوت العقل،
ما بناخدش دايما نص الكوبايه المليان. يعني الناس النهارده ممكن تشوف النهارده بيان النادي الاهلي ان هو بيان النادي الاهلي طعم في قلب اتحاد الكوره، ومحمود الخطيب يحط هاني ابو ريده في موقف لا يحسن خالص خالص. هو في النهايه يبحث عن سيستم واضح ومحترم، لابد ان يكون اتحاد الكوره عنده هذا السيستم. اكيد المهندس هاني ابو ريده بكره عنده خطوط عريضه، اكيد النقط دي كلها مفكر فيها، ومش هقول لكم حاجات تتوهكم. هما حلين، يا يعني انا عندي حلول حللها فباني عليها فهعلنها، وهقول انا مأخر القيد، هفتح يوم كذا، هعمل يوم كذا، في تنسيق بيني وبين الاتحاد الافريقي في كذا، انا عملت كذا خلاص، والمسابقه الجايه يوم كذا هعمل، وعندي مؤتمر يوم كذا، والمسابقات يوم كذا، والدوري هيبدا يوم كذا، امور واضحه. يا اما انا ما عنديش حاجه نقطه ومن اول السطر، واعمل كل اللي بقى اللي بيقوله النادي الاهلي ده، اشوف انا هعمل ايه، اوضب، بس انا ما فيش وقت. يا انت محضر يا انت مش محضر، عشان برضو الامور تبقى واضحه. ولكن انا بقول لكم كل الاسئله اللي طرحها النادي الاهلي هو محق فيها، وننتظر غدا الاجابات، وهي برضو في النهايه هو مش خلاف ولا خناقه. وغيروا الكراسي، شيلوا الكابتن محمود الخطيب، حطوا مستشار مرتضى منصور، اكيد قاعد بيفكر في كده، هطلع اعاره ازاي، هعمل ايه، الدوري هيخلص امتى، هحل ازاي. ممكن يكون هو دلوقتي بيفكر لعيبتي مجهده ان انا العب دلوقتي، ممكن ظروفه دلوقتي مختلفه، ولكن عنده نفس الاسئله. القيد هعمل ايه، اللي هبيعه هبيعه ازاي، اللي هشتريه هشتريه ازاي، هجيب المدير الفني ازاي، هكمل ازاي، الموسم الجاي هيلحم هعمل ايه. اسئله ان تكون في دولابه طبيعيه. البطوله الافريقيه غائبه عن النادي الاهلي بقى لها فتره، وهو دي الحاجه اللي وحشه جمهوره. انتوا فاهمين القصه عامله ازاي؟ البطوله الافريقيه وحشه جمهور النادي الاهلي عشان يروح كاس العالم للانديه. الدوري والكاس هي يعني هي البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي، وبالذات الدوري. فان النهارده اطلع في سنه غير موفق في الدول الافريقيه، غير موفق في العربيه، لسه الكاس في الامور امور، الدوري بنافس عليه، جمهور الاهلي ما يستحملش ان في السنه ما ياخدش، لو دخل اربع بطولات ما ياخدش ثلاثه، يبقى فيه حاجه غلط. النادي الاهلي كبير وعظيم وعود جمهوره على كده. ممكن الوضع يختلف كثيرا مثلا او قليلا لنادي الزمالك، عدى بازمه فترات كبيره جدا، ولكن الان استقر الامور، ماشيه معاه بشكل جيد، بيعود تاني المنافسه، بيعود البطولات، اخذ البطوله الكونفدراليه اللي غابت سنين عنه، بينافس في الدوري، بينافس في الكاس، الامور ماشيه بالنسبه له. فاللي انا عايز اقوله لكم ان هي مش خناقه، هي نقطه ومن اول السطر، ونقطه فارقه، وباكد لكم تاني وتالت ورابع، تاني وتالت ورابع، باللي طالبه النادي الاهلي ده، انتهى زمن الجلسات، انتهى زمن ان انا اعمل جلسات واجيب مسؤول انديه ونقعد نتكلم، لازم احط سيستم، لان بتعمل جلسات في الاخر ما بتوصلش لحاجه. فخلاص من الاول لازم يبقى في سيستم ومواعيد ثابته. ولا يوجد في العام القادم مؤجلات، ولا يوجد مؤجلات المؤجلات، ما اصل انت بتجامل النادي بتقف معاه، وبعد كده بتشيل انت وتحاسب على الفاتوره، سواء من هنا سواء من هنا. انا بتكلم قبل ما تجامل عشان انت مش عارف هتجامل مين. انت بتيجي تقول الاهلي بيلعب في البطوله فانا النهارده لازم اكون في ظهره، ماشي. طلع الاهلي كمل الزمالك، الاهلي يشتكي، طلع الزمالك كمل الاهلي، الزمالك يشتكي، يعني وضع. قلت لكم برضه في النهايه كل واحد بيدور على الصالح العام من وجهه نظره ومن قناعاته. فالامور هادئه جدا، الامور مش نهايه العالم، ومش هو بيان يعني فجر الكره المصريه، هو بيان التساؤل عن نقط مهمه جدا، لابد ان يكون هناك اجابات. على فكره اللي الكابتن الخطيب بيساله، الاستاذ محمد بن صلحي مستنيه، الاستاذ محمد عبد السلام مستنيه، ناس كتيره جدا مستنياه، عادي، وضع طبيعي، كل واحد عايز الميعاد يوم ايه، هبيع ازاي، هشتري ازاي، هعمل فتره اعداد ازاي، كل ده لازم يعلن، والقيد لازم يعلن، وشروط القيد لازم تعلن، وكل حاجه لازم تعلن بدري عشان الناس تظبط امورها. ولازم تبقى الناس عارفه هل في تنسيق مع الاتحاد الافريقي ولا ما فيش. في تنسيق خلاص الاسئله ترد عليها، ما فيش يتحضر اجابات سريعه او يتحضر حلول سريعه، ويتبص بقى على الاخطاء، يا اما السكه دي يا اما السكه دي، وننتظر كلها ساعات،
وبكرة إن شاء الله بإذن الله يبقى يوم مختلف. عايز أقول لكم إن في النهاية والله إحنا مش بنبسط الأمور، بس عايز أقول لكم إن دايما كل حاجة وليها حلول، ونبص دايما للحاجة الأكبر، نبص دايما للمنتخب، نبص دايما لكأس الأمم، نبص دايما إن الدوري يبقى قوي، نبص دايما يعني مش دايما خلاف ولا خناقة، هي أمور في النهاية ممكن تخلص للصالح العام بغض النظر هيبقى سكتها إيه. بكرة هيبقى إن شاء الله ليها سكة، مش بعده، بكرة. نروح للحاج عامر حسين نشوف آخر الأخبار معاه إيه ونرجع لكم تاني. حاج عامر حسين هو رئيس مجموعة اسكندرية الحقيقة، وعامل مجهود كبير جدا، والاستاد هناك يعني بيستعد بشكل اكثر من رائع، ونتمنى شعب اسكندريه كله يكون ان شاء الله باذن الله موجود في الملعب ويتابع البطوله بشكل كبير. عايزين كل الناس يا جماعه، مش بس ماتشات مصر، يعني كل ماتشات البطوله، عايزين البطوله تنتهي ان شاء الله باذن الله باكبر عدد بيع تذاكر، لان ده هتبقى مهم جدا في فايل المنتخب الوطني. حته الحاج عامر بتاعه ان الاربع فرق ممكن يتاخدوا بالترتيب، اعتقد ان ممكن يبقى فيه تحضيره مختلفه او وجهه نظر مختلفه عن المهندس هاني ابو ريده، يعني ممكن يبقى فيه تاخير اسامي الفرق، او ان انت تسكن اسم مصر ثم بعد كده تقول الفرق، يعني ممكن يكون في تحضير مختلف، انت مش عارف مين هيلعب افريقيا ومين هيلعب في الكونفدراليه، ممكن المركز الرابع يكون حسم، لكن اول ثاني ثالث الامور ممكن ما تمشيش كده، يعني ممكن تبقى الامور مختلفه. هنشوف برضو بكره الدنيا هتبقى ايه. المهندس هشام عزمي استشاري ومنسق الملاعب لبطولة أمم أفريقيا 2019 على الهواء مباشرة. مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازيك يا كابتن سيف؟ ازيك يا فندم، أخبار حضرتك إيه؟ نقول دايما الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله. طمنا يا فندم على استعدادات البطولة. هقول لحضرتك حاجة، هو في فريق عمل محترف بيشتغل، أنا مجرد في هذا الفريق ترس صغير جدا بما لي من الخبرات في التفتيش على الاستادات إلى جانب الخبرة الهندسية. في مجموعة عمل محترفة من مكتب استشاري محترف ومقاولين محترفين. عشان نطمن على الملاعب لازم نعرف إيه اللي مطلوب في مثل هذه البطولات. يعني أهم حاجة هي تأمين البطولة، تأمين البطولة يعني من اول الاستاد للفنادق لملاعب التدريب للانتقالات الى اخره، لكن خلينا نركز على الاستاد. النهارده احنا عندنا 6 استادات، ال6 استادات تنطبق عليهم كل الطلبات. اهم حاجه ارض المسرح، ارض المسرح اللي هي ارض ملعب الكوره. ارض ملعب الكوره النهارده كل الاراضي اللي هتتفرج عليها في اوروبا وفي اي حته حصل تغيير لنظام الري، لنظام الصرف، لنظام القص بما يضمن ان ارتفاع النجيله يبقى من 2 ل 3 سنتي وفي اتجاهات مختلفه زي ما هي مطلوبه علشان تساعد في الفار ومع الحكام. ارض الملعب عشان تستكمل لازم يبقى الاضاءه، شده الاضاءه بتاعتها بتوصل لحوالي 2000 لكس. عشان بس نبقى عارفين كابتن سيف، ملاعب مصر كلها اللي احنا لعبنا عليها كل البطولات السابقة ما كانتش وصلت ل2000 لكس، فتم تغيير كل نظام الإضاءة. الجمهور اللي بيتابع لازم يبقى عنده كاميرات، لازم عنده اللوح، لوحة النتائج اللي هي تعيد عرض وبتحط بعض المعلومات عن المباريات، تبقى اللوحة مكتملة. لو أرض الملعب موجودة وبهذه الحالة مفروض ان الصورة الجميلة اللي كلنا بنتفرج عليها دي تنقل إلى العالم، يعني معنى كده إن كل متطلبات الإعلام اللي هو الطرف الأساسي في البطولة يبقى الإعلام على عنده كل التسهيلات من كاميرات، من نقل تلفزيوني، من IT سيستم، من سهولة المعلومة اللي بتوصل للإعلامي اللي هو بيعيد تصديرها. كل الكلام ده في عندي عنصر مهم جدا اللي هو اهم عنصر عندنا اللي هو الجمهور. لازم الجمهور يبقى فيه سلاسه في الدخول وسلاسه في الخروج، في خدمات مكتمله للجمهور، مقعد مرقم بالاسم بيبقى عارف هو داخل متن ستايل جيتس اللي هي الخارجيه، اللي هو بيتم التعرف على الاي دي بتاعته، وبعدين يتم التعرف على التذكره اللي هي قاطعها بالكرسي بتاعه
هيروح يلاقي الكرسي بتاعه موجود مرقم، ومعظم الكراسي تم يا إما تجديدها يا إما في كراسي جديدة تواجدت في الملعب، سواء بالنسبة لجمهور بدءا من الدرجة التالتة اللي هو عصب الكورة في مصر وفي العالم، الدرجة التانية، الدرجة الأولى، الإعلاميين، الرعاة الرسميين وكبار الزوار، مجموعة الناس دي كلها في الاستاد لازم يبقى ليها خدمات تساعدها على انها تقضي الاربع ساعات او الخمس ساعات او الست ساعات اللي هيقضوها في الملعب. لو في ماتشين ورا بعض دبل هيدر ماتش، فدي بتوصل لحوالي ست سبع ساعات. الناس دي كلها وداخله الاستاد لازم يبقى في نظام امني، عشان يبقى في نظام امني في مجموعه من الكاميرات اللي بتصور من خارج الملعب ومجموعه من الكاميرات اللي بتصور من داخل الملعب علشان تؤمن الجمهور وقت المباريات. الى جانب ان في نقطة مركزية فيها حوالي 50 أو 60 شاشة بيشوفوا ايه اللي بيحصل بره الملعب وايه اللي بيحصل جوه الملعب. طب الناس دي لازم نأمنها بطريقة اضافية، يبقى في خدمات طبية متواجدة، زي ما في خدمات طبية حوالين الاستاد او داخل الاستاد، في خدمات طبية بحد ادنى ثلاث حاجات، في غرف للمنشطات كشف المنشطات، وعيادة للشؤون العاجلة في إطار غرف حل الملابس، وعيادة أخرى في الأماكن اللي هي كبار الزوار، وعيادات متنقلة في محيط الاستاد. دي عناصر اللعبة اللي احنا يعني اللي هي مجموعة العمل اللي اشتغلت في الاستادات دي قدرت ان هي تحقق الحد الأقصى من متطلبات تنظيم هذه البطولة. كابتن سيف، عايز اقول لحضرتك حاجة، يعني احنا بنستغل مثل هذه الاحداث في تطوير البنية التحتية للاستادات المصرية، بدءا من كاس العالم 97 لما ما كانش عندنا ملاعب اللي اتعمل للشباب للناشئين، ما كانش عندنا ملاعب ترقى الى مستوى الادمية في الاداء، فابتدينا 97 اي حدث رياضي بيتم على ارض مصر بيعتبر استثمار لشباب مصر. الاستثمار الاكبر في مثل هذه البطوله اللي هو العائد بتاعه بننتظره ان احنا نظهر صوره بلدنا، ان اي واحد عنده فرصه يقدم اي حاجه كويسه للبلد بيقدمها، مش مهم يظهر اعلاميا، المهم دوره يبقى موجود. انا عايز اشيد بمجموعه العمل اللي هي ابتدت شغل في الاستادات بنهاية شهر يناير، فريق عمل بيشتغل ليل نهار سواء من الاستشاريين أو المؤهلين أو الخبراء أو حتى اللجان اللي هي بتتبع اتحاد الكورة واللجان المنظمة. عايز أقول إن احنا بنكسب شخصية مهمة جدا في هذه البطولة، كابتن محمد فضل. لو احنا قعدنا الكبار في السن اللي هي كنا شهود عصر على 97 وما تلاها من بطولات، النهارده ان الاوان ان احنا نعطي من خبراتنا للجيل اللي طالع. فاتمنى ان شخصيه زي كابتن محمد فضل يتم ان شاء الله تطويره علشان يبقى من قيادات اتحاد الكوره في القريب العاجل باذن الله. بس عايز اطمن حضرتك واطمن كل الساده المشاهدين ان علينا ان نفخر بما تم إنجازه على أرض الواقع، لأن ده اللي بيحصل النهاردة ده هي دي الصورة الطبيعية لبلدنا، هي دي الصورة اللي عايزين ننقلها للعالم. النهاردة أي واحد يقدر يقدم حاجة يعني تدي صورة كاملة لجمال مصر وأمان مصر وحب مصر لازم يقدمها. جمهور مصر عليه دور كبير جدا، أسلوب الدخول، أسلوب التشجيع، انه يملى الاستادات. ايه المغزى اللي احنا نقينا استادات بطاقة ايوائية تتراوح من 18,000 الى 30,000 باستثناء استاد القاهرة اللي هو حوالي 73,000 مقعد. احسن لك تبقى عندك استاد 30,000، لو اتملى ب 20,000 يبقى مليت تلتينه، انما لو ال 20,000 دول راحوا في استاد كبير 100,000 هيبقى الخمس بتاعه. لازم الخلفية بتاعت الاستادات يبقى الجماهير بتاعتنا بتملاها، مش بس المنتخب مصر. انا معلش يا فندم، ليا استفسار بعد اذن حضرتك.
اتفضل حضرتك. هل قال يا فندم بالمشاهد الرائعة اللي احنا شايفينها على الشاشة وكلام حضرتك الرائع الحقيقة، وبنوجه كل شكر طبعا كل الشكر لكل مؤسسات الدولة والشركات اللي اتعاملت في وقت قصير جدا في هذه المنشآت، وان الصورة تخرج بالشكل الرائع ده، هل يا فندم احنا جاهزين بعد البطولة ان شاء الله اما تخرج بشكل اللي احنا بنحلم بيه لاستقبال حدث او احداث عالمية بعد كده؟ والله الأحداث العالمية بتتدرج من أو يعني ما اللي أعلى من بطولة الأمم الإفريقية هيبقى كأس عالم. ما هو ده اللي أنا بحلم بيه يا فندم. أو دورة بحر أبيض متوسط. لا أنا بحلم بالأولانية. يعني مؤكد. الأولانية كلنا حلمنا بيها، وأنتم عارفين قد إيه كان حلم مصر كبير قبل كده. أعتقد إن المناخ في الاتحاد الدولي وعملية التطهير اللي تمت، اللي كلنا عارفين الفساد اللي كان موجود، والتوجيه باستضافة حدث زي كأس العالم في دول معينة، هذا التوجه غير متوفر حاليا، لأن زي ما كان في 24 واحد بيتحكموا في مصير كأس العالم، لا النهارده في أكثر من 200 دولة هم اللي بيصوتوا وبينقوا الدولة اللي هتستضيف الحدث. كمان يا فندم ملف مصر الآن يختلف. أنا مع حضرتك الملف يختلف تماما، لأن أنت عندك بنية تحتية. ليه الاتحاد الإفريقي راح لمصر؟ ليه ما راحش حتة تانية؟ طبعا هي الأجهز. عندك البنية التحتية الكويسة المناسبة. هي الأجهز، لكن كان ينقصها بعض الرتوش، ينقصها زي ما بيقولوا الميك اب اللي بيحصل عشان تبان البنية التحتية الجميلة، اللي القوات المسلحة برضو عندنا عاملة شغل رائع في اكتر من استاد، لكن مش بس استاد، انت بتتكلم في سلوكيات شعب واخلاقيات شعب، بتتكلم في فنادق ومتوفرة، بتتكلم في احداث كتيرة جدا بتساعد على ان البنية دي والصورة تبقى موجودة. بس انا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، والله انا ما حبيتش تتطرق ليها. ملف مصر كاس العالم 2010، مصر كانت مصنفه رقم واحد، لكن كلنا عارفين الخبايا والخفايا والايدي الخفيه اللي هي وجهت التصويت لجنوب افريقيا. لكن احنا عندنا بنيه تحتيه كويسه، البنيه التحتيه بيتم برضو تطويرها. يعني لو حضراتكم تعرفوا النهارده، وحضرتك تعرف يا كابتن سيف، زمان غرفة خلع الملابس كانت 50 متر مسطح. النهاردة متطلبات الفيفا ايه؟ تقول لك لا عايز غرفة خلع ملابس 150 متر. وفيها مغطس ثلج، وفيها ساونا، وفيها جاكوزي، وفيها حمامات كاملة، وفيها أوضة للمدرب. الريكفري اتغير يا باشمهندس. طلبوا مثلا غرف. النظام اتغير، المتطلبات بتتغير. كلها بالكامل. يعني ما فيش حاجة بتبقى ثوابت. متطلبات مثلا الميديا النهارده، الميديا والاعلام، كل الهاي ديفينيشن كاميراز المفروض يبقى عندك مكان 20 واحده، كل الاي تي سيستم اللي هي موجوده بتخدم الاعلام بيحصل تطور فيها. انا النهارده ما بعرفش اشتغل على الادوات والمعدات اللي هو حفيدي بيعرف يشتغل بيها. كل يوم في تطور بيحدث، طالما ان احنا بنواكب هذا التطور يبقى عندنا امل وفرصه من خلال الشباب اللي طالع اللي هو افكاره متقدمه، ان هو يبتدي يحتضن حلم. بس الحلم الكبير لمصر النهارده ايه؟ ان مصر تبقى برضه هي مصر اللي احنا عارفينها، ان احنا ننجح في تنظيم البطوله، ان احنا ننجح في ان مصر تبقى امنه، وان كل شاب يبقى عارف قد ايه الجيل اللي قبليه تعب علشان يوصله للي هو فيه. امل كبير جدا ان احنا نستضيف أحداث عالمية، وكل الكلام ده بيظهر ويعيد مصر إلى الساحة الدولية. باشمهندس والله اتشرفت بوجود حضرتك معايا، وسعدت جدا الحقيقة يعني بسماع كلام حضرتك، وإن شاء الله بإذن الله هيكون جيل يسلم جيل، وبوجه لحضرتك كل الشكر وكل التحية تاني، وفضل تأكيدا لكلام حضرتك فضل هيكون إضافة كبيرة جدا، وطبعا وجود خبرات كبيرة زي حضرتك
في هذا الملف اكيد تصنع الفرق بشكل كبير، وان شاء الله باذن الله يعني مصر ام الدنيا، وان شاء الله اللي جاي هيكون ملفات اخرى واحداث اخرى مختلفه، ونحلم بكاس عالم وهنكون قد التحدي، والجمهور المصري ان شاء الله هيكون قد التحدي. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. ده كان لقاء مع المهندس هشام عزمي، الحقيقه كلام يعني اعتقد ان كلامه رائع مرتب، اعتقد ان عمل برزنتيشن لكاس الامم الافريقيه على الاستادات وعلى المشهد وعلى الجمهور وعلى اللي جاي وعلى التحديات اللي عندنا وعلى الدوله المصريه عملته. لو اقعد اتكلم على الدوله المصريه عملت ايه في كاس الامم هاخد ايام وايام وشهور وشهور، ولو هقعد اتكلم على الاحترافيه هاخد كتير جدا، ولو هقعد اتكلم على السرعه هتكلم كتير جدا، ولو هقعد اتكلم على تذكرتي والشركه والسيستم والطريقه والاسلوب، خمسه عندهم مشكله في التاخير، 10 20 التذاكر خلصت والناس دخلت وعملت فان اي دي والمكنه طلعت قماش والدنيا مشيت والدنيا اتحركت. الدنيا اتحركت، اكيد كل حاجه فيها بعض السلبيات واكيد بتتعالج، بس نبص، ده مش عايز اقول نص الكوبايه المليان، ده نبص على الإزازة وهي كلها مليانة، فيها ممكن تكون حتة فاضية. كل يوم بيحصل تعديل وكل يوم بيحصل تطوير، وتطوير سريع جدا جدا جدا. لازم نبقى عندنا فخر بحاجتنا، لازم نبقى عندنا فخر باللي عملناه. بتتحرك في كل حتة، في استادات وفي منشآت، فنادق إقامة، طرق، في شاشات، في تصوير، في تلفزيونات، في قنوات جديدة، كل حاجة، كل حاجة بتجري فيها على التوازي عشان تقول أنا مصر، عشان تقول إن مصر أم الدنيا، عشان تقول إن مصر كبيرة، وهي فعلا أم الدنيا، وفعلا مصر كبيرة، وفعلا الجمهور هيقبل التحدي، والشعب هيقبل التحدي، وفعلا التأمين رائع والتنظيم رائع. شفنا القرعة، وشفنا إنك تجيب سونج من مطار القاهرة بالكاس في أتوبيس مفتوح تلففه مصر كلها، أنت بتدي رسالة للعالم، مصر بلد الأمن والأمان. بيعدي وسط الناس في العربيات، ناس بتشاور له، مش راكب طيارة الراجل، بيعدي من مطار القاهرة لميدان التحرير، يطلع بعد كده على المحور، يطلع بعد كده على 6 أكتوبر على الهرم. إيه اللي إحنا بنشوفه قصادنا ده؟ وإيه التطوير الرائع ده؟ وإيه المنشآت الرائعة دي؟ مؤسسات دولة بالكامل ما بتنامش، كله في الشارع، رئيس وزراء بيتفقد بنفسه، وزير شباب ورياضة بيتفقد بنفسه، كل ما تسأل عليه ده في الاستاد ده وده هنا وده في الدفاع الجوي، ومش رايحين الاستاد مثلا في تشريفة مستنياهم، ده داخلين عادي، تسأل عليهم فطرين هنا ومتسحرين في الاستاد ده وفطرين في الاستاد التاني، وكل خمس دقايق في مكان وكل خمس دقايق في حتة، مع إن ممكن حد ينزل ويشوف ويبص والجان ويدوا تقارير، بس مفيش وقت إن حد يدي تقارير. كل واحد عايز يقف قدام ملفاته ومسؤولياته، كل واقف في الشارع وكله قاعد في الشارع. كل الشكر للسيد رئيس الوزراء، لكل الوزراء المعنيين، لوزير الشباب والرياضه، مجهود الحقيقه اشرف صبحي مجهود رائع، مجهود رائع. رئيس الوزراء مفيش حاجه بتحصل، حاج عامر حسين دلوقتي هو بيتكلم يقول لك رئيس الوزراء لما جه لامح كذا واتكلم في كذا، عمرنا ما سمعنا كده. هو انا كنت اعرف اكلم رئيس وزراء يعني مش كلهم شخصيات عظيمه، بس انا كنت يعني توصل لرئيس وزراء تاخده يتفقد استاد في احتفال حاجه كبيره، دلوقتي عادي عادي، الراجل دلوقتي بينزل عادي يبص عادي بعينيه عشان يقول انا موجود. خلي بالكم ان المسؤول ينزل بنفسه دي بتبقى ليها معايير مختلفه، مش بس عند الشعب او عند الناس او ان احنا عشان نقف نقول كلمتين عنهم، لا، على اللي شغال. اما انت لو عندك حد في البيت بيعمل مثلا في بيتك توضيب، قلت له هبعت لك حد يستلم منك، ماشي هاجي لك انا استلم، ياه هتيجي بنفسك، توضيب تاني وتحضير تاني وسرعه تانيه وقصه مختلفه، وكل واحد فيهم قاعد على ملفه، وفي النهايه يرجعوا للمسؤولين الكبار كمان في الدوله، والسيد رئيس الجمهوريه يقعد على الملفات بنفسه ومؤسسات الدوله ويبص ويشوفوا ايه اللي حصل والتطوير وصل فين وناقص ايه. ده قدامه قد ايه؟ 20 يوم استلمه بعد بكره. انا بقول لكم على فكره حقائق ووقائع، دي هتاخد قد ايه عشان تطلع؟ تلات شهور، خلاص قدامك خمس ايام. خمس ايام؟ هو خمس ايام. صرف، ما تنامش، ما تعملش، خمس ايام واستلم. كل حاجه في البلد خلصت في تلات اربع شهور، تاخد تلات اربع سنين. في بلد عايز تمشي في كل المحاور مع بعض. اعجاز مش انجاز. رسميا فيفا يقرر تعديلات جديده في كره القدم. الاتحاد الدولي لكرة القدم بيقرر ان في تعديلات جديدة في اللعبة.
انفانتينو تمت بعض التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم والتي سيتم تطبيقها في جميع البطولات اعتبارا من 1 يونيو الجاري. أول حاجة التعديلات أول حاجة الحقيقة في حاجات تمشي وفي حاجات أنا شايف إن هي يعني ما تفرقش قوي. التعديلات الجديدة دي هتطبق في كأس الأمم الأفريقية. في حاجات كانت مين عانينا منها كتير السنة دي. حارس المرمى يطلع انذار دلوقتي في ضربات الجزاء، هشرح لكم بالسهل عشان تستوعبوا. حارس المرمى يثبت رجل على الخط والرجل التانية يطلع ويعمل اللي هو عايزه، بس رجل لمسة الخط. ده أول موضوع. تاني موضوع، وقف الكورة عايز تلعب لازم المدافع بتاعك يطلع بره الصندوق عشان تلعب له، لا العب له دلوقتي هو جوه الصندوق مش مشكلة. قافة الكرة المصرية اللي عانينا منها في الدوري السنة دي، والجملة الشهيرة مع كابتن أحمد الشناوي وكابتن جمال الغندور المجموعة كلها، هو قاصد ولا الكرة جت في إيده؟ طب هو في البوكس الكرة جت في إيديه دخل الجون، متعمد ولا مش متعمد؟ ما عادش فيه الكلام ده، الكرة جت في إيديه الموضوع خلاص انتهى الموضوع. جت بقى في إيديه متعمد مش متعمد، خلاص الدنيا خلصت انتهت. جبت جون، قلعت التيشيرت بتاعك، اداك انذار، الجون ما اتحسبش، اخدت الانذار. يعني هنقعد بقى نشرح لكم حاجات هي فيها حاجات صغيره بس في النهايه مهمه. الحكم صفر والكوره معاك، ما ترجعش الكوره بتص، يرجع الكوره يديها لك انت. يعني هنتكلم كتير ان شاء الله باذن الله في التعديلات. المنتخب الاولمبي مسافر بيلعب مباراه وديه، نشوف الكابتن شوقي غريب. طيب كابتن شوقي غريب معانا على التليفون ونطمن منه على البعثه. مساء الخير يا كابتن. كابتن شوقي مساء الخير. كله بخير الحمد لله. طب ممكن نعلي بس كابتن شوقي شويه لان مش سامعين. طمنا كابتن على البعثه وطمنا على الفريق. الحمد لله يعني طيب، يعني واضح ان في مشكله في الشبكه، نرجع نكلم كابتن شوقي غريب تاني المدير الفني للمنتخب الاولمبي. عايز اقول لكم ان كل التعديلات دي اتحاد الكوره دايما يعني او الاتحاد الدولي بيبص دايما للحاجات اللي فيها سلبيات او اللي بتعمل مشاكل كتير، زائد ان الهدف الرئيسي منها هو دايما سرعه اللعب. يعني دايما لما اتكلمت قبل كده مع ناس مختصه يقول لك اهم حاجه ان الكوره تفضل شغاله. يعني زمان مثلا كان المدافع يرجع للجون والجون يرجع للمدافع، ليه غيروا القانون؟ لان ربع الماتش فرقه بتضيع وقت، يدي كره للجون يمسكها، يدي كره للمدافع، يدي كره للجون، يدي كره للمدافع. وكان دايما كابتن شوبير يقول لي يعني ايه غيروا القانون ده عشاني، يعني كان ليها موقف كده. ولكن دايما الاتحاد الدولي بيحب ان هو الامور تبقى سريعه بشكل كبير، لان هو دي متعه كره القدم. متعة كرة القدم ان الكورة دايما تفضل دايرة، حتى لما يجي حكم يقول لك مثلا ايه بغض النظر عن كويس او وحش يقول لك الحكم ده بوظ الماتش. يعني في جون ما حسبوش؟ لا مفيش جون ما حسبوش، طب امال هو عمل ايه؟ يقول لك والله خانق الكورة في نص الملعب، ما بيطلعش الكورة، كل شوية يصفر. فالحتة دي لازم تختلف بشكل كبير. المنتخب الوطني بيستعد لكان 2019 وهيكون موجود هنا يوم 17 في القاهره. يخش من يعني احنا شعب عاطفي، اي واحد يقول كلمتين يودينا في اي حته. يعني بلاش كده، دايما خلونا لما يبقى عندنا حاجه حلوه تفضل حلوه ونزقها. على فكره في ناس ساعات ما بتشوفش الحلو، هي عينيها ما بتشوفش الحلو، فيفضل يوحشك في الحاجه ويفضل يعترض ويفضل ينتقد ويفضل. احنا ما بنتكلمش على، بنتكلم على في الاخر على بشر، بني ادم. بني ادم، شوف الكويس وافتخر بيه وشوف الكويس وافتخر بيه، ما نقعدش ندور عن اي حاجات واي حاجه قصه. وساعات حط نفسك مكان البني ادم، وساعات حط نفسك النهارده مكان تضيع حلاوه ان عندك حاجه حلوه. مش كل واحد يقول حاجه وحشه نمشي وراه، كل واحد يكتب حاجه سط نمشي وراه. يا اخي فكر بقلبك، ما تفكرش بعقلك شويه، وحتى لو فكرت بعقلك مش هتكتب برضو اللي بتكتبه. محمد صلاح حاجة كبيرة جدا لمصر، حاجة كبيرة جدا لينا، وإن شاء الله بإذن الله مزيد من التوفيق والنجاح وكل التوفيق للمنتخب إن شاء الله في اللي جاي. خلونا نشوف تقرير مع رئيس اتحاد الكرة البوروندي ونطلع فاصل ونستقبل باسم مرسي نجم الزمالك ومنتخب مصر وحديث خاص جدا، لكن بعد الفاصل.
اهلا بكم من جديد اعزائي مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. ضيفي ونجم النهارده هو باسم مرسي. مساء الخير يا نجم. مساء الخير يا كابتن سيف. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله زي الفل. كل سنه وانت طيب. وانت طيب وصحة وسلامة. وحشتني. وانت كمان. مالك عامل قلق ليه؟ انا عامل قلق؟ امال ايه؟ بالعكس والله انا طيب يعني ما عنديش قلق خالص. امال ايه اللي بيحصل؟ مفيش حاجه والله يا قصه بس ما رجعت من اليونان رحت سموحه فحصل دروبات ومش عارف ايه ما لحقتش العب في سموحه كتير يعني حصل مشكله الناس كلها عارفاها بس بقى لي فتره قاعد في البيت. خدني واحده واحده من البدايه. الاسئله اللي كل الناس بتسالها العاديه ما عندناش حاجه يعني خارقه. باسم مرسي هو مهاجم مصر الاول، نجم نادي الزمالك، نجم المنتخب الوطني، راجل ما شاء الله طالع بسرعه الصاروخ. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل مش بايدي، هو بايد ناس كتير قوي، هم عايزين يشوفوا اللي هم عايزين يشوفوه، وانا في الاخر انا الضحيه. طب ماتش هقول لك منتخب مصر مثلا، ايه مشكلتي في منتخب مصر؟ انك طلعت من الاستاد على الاوتيل. تمام، ده اللي الناس قالته. الحقيقه ايه؟ الحقيقه للدكتور بتاع الفرقه، طبعا دكتور محمد ده شخصيه محترمه جدا من احسن دكاتره مصر يعني. وعلى المستوى الشخصي انا يعني اخويا كبير، طلع قال انا اللي مطلع باسم، وانا باسم فعلا كان ضهره تعبه جدا، وقع في اوضه اللبس بعد الشوط الاولاني، كنت خدت خبطه في ظهري، وطلع معايا حد مش يعني مش هذكر اسمه، طلع معايا بعربيه اسعاف لحد الاوتيل. بس مشيت. انا كده غلطان في حاجه؟ وحضرتك ممكن تسال يعني، بس خلاص الموضوع فات عليه كتير والناس مش عايزه تقتنع بالحقيقه. يعني ورح. يعني هو السيناريو ده اللي عمل كل المشكله دي مع كوبر؟ لا، المشكله اللي انا راح واحد من الزمالك واحد من الاهلي. دي كانت القصه من عند كوبر. تاني كده وعندي الناس. يعني ايه؟ القصه اللي الكابتن حسام غالي كان اياميه عامل مشكله. لو انت تفتكر يعني، فعشان الجمهور يسكت فجابوني من ناحيه من الزمالك. بقى واحد من هنا واحد من هنا. بس دي القصه كلها. ده اللي حصل معايا انا. استنى بص يا كابتن سيف، انا هقول لك حاجات. انا نزلت الكوبر بعد الماتش. وجالي اوضه اللبس وطمن، جالي اوضه الاوتيل وطمن عليا الف سلامه عليك، وكابتن اسامه كابتن اسامه جالي، ورحت لمحمود فايز وماشي من الاوتيل مفيش حاجه خالص. خالص. واتحدى حد يطلع يكذبني في الكلام ده. فجاه باسم استبعد من المنتخب بسبب اللي هو مشي وساب الماتش. اكلم الناس ده ابني مفيش حاجه ما اسمعش الكلام ده كلام اعلام ده مش عارف ايه. بس دي قصه المنتخب فقط لا غير. انا ماليش ذنب في المنتخب خالص ولا اصلا يعني لحد اللحظه اللي قاعد معاك فيها ده يا كابتن سيف. انا ثاني هداف المنتخب بعد محمد صلاح. ما قعدتش مع كابتن اسامه نبيه اياميها او كوبر يعني؟ انا ايه اللي حصل؟ انا بره ليه؟ لا انا بس ما يعني كان بقول لك مستوى في مستوى هم سافروا بطوله افريقيا، كنت انا جايب 6 جوان. يعني مش عايز اقول حاجه يعني فاهم، انا كنت جايب 6 جوان وكنت ماشي كويس جدا مع نادي الزمالك، كويس جدا كنت جايب 6 جوان يعني، كان الدوري لسه بادئ اصلا كمان يعني. فجاه انا بقيت وحش بس. والله دي قصه المنتخب ولا فيها اي حاجه قلتها حتى يعني كذب 1%. نادي الزمالك انت نجم الزمالك ومهاجم نادي الزمالك الاول، وفجاه جالك عندك طموحات ان انت تحترف، طلعت بره، ايه اللي حصل؟ يعني خلينا في الاول اقول لك بدايه بنادي الزمالك يعني القصه جت ازاي في نادي الزمالك. انا في نادي الزمالك لعبت 3 مواسم الحمد لله بفضل الله، كنت في 3 مواسم انا هداف الفرقه. في 3 مواسم، اول موسم جبت 22 جون، ثاني موسم جبت 18 جون، ثالث موسم جبت 12 جون. كويس. تمام. ده في انا بكلمك حتى في افريقيا يعني. الموسم الاخير بس الرابع اللي انا حصل لي اصابه في ركبتي، جالي حاجه في ركبتي رباط داخلي، فالسنه الاخيره دي هي اللي ما كانتش احسن حاجه بالنسبه لي. يعني لعبت 10 ماتشات بالظبط، ما كملش اكتر من 10 ماتشات وفيهم بديل كمان يعني. بعد كده يعني فاهم انا ما بقتش نفسي اللي انا يعني عايز اغير. قعدت مع المستشار مرتضى قال لي انت هتعمل ايه يا باسم وكده، قلت له يا فندم انا عايز اطلع سنه اعرض. قال لي ما يعني ما هتطلع فين وبتاع، قلت له مش هطلع في مصر انا كده كده. قال لي ما اطلعش في مصر وبتاع، وراجل سابني بدون يعني سابني من غير فلوس يعني. النادي اللارسه اليوناني جه اشتراني، المستشار ما خدش فلوس من ورايا اصلا.
عمل معاك واجب يعني؟ جدا بشكره طبعا من خلالك يعني. انت العلاقه كويسه مع المستشار؟ بص يا كابتن سيف، يعني انا يعني كان زمان كنت كان انا كنت على قديمه. اه انا في زمان بما يرضي الله انا كنت معاك في دبي بما يرضي. اه فاكر انت الايام المشكله؟ أيوة. دي طبعا بما يرضي الله، اقسم بالله العظيم ما بقول كده عشان اي حاجه اصلا ولا ليها علاقه بالزمالك ولا جوه الزمالك، انا بقول شهاده حق في راجل جدع وقف جنبي. بس مرتضى منصور جدع الحقيقه، مش مرتضى منصور الوحيد اللي وقف جنبي في ازمتي. يعني هو من الناس اللي هو ايه في شهر واحد ده قال لي ارجع بعد ما رجعت من اليونان، وصمم ان انا ارجع. قال لي ارجع وهتلعب وهتجيب اجوان وهتكسر الدنيا، انا اللي طلبت امشي برضه اروح سموحه. يا حول الله، يعني هو قال لك خليك في الزمالك؟ والله العظيم حصل. قال لي يا ابني بنفسه، قال لي خليك اقعد وهتلعب وهتكسر الدنيا، انا عارفك وانا هراهن عليك وهتقعد وهتكسر الدنيا. هو اللي جايبني قال لي زي ما جبتك وانت في الانتاج كسرت الدنيا، هتقعد دلوقتي برضه وهتكسر الدنيا مع الفرقه دي. بس كان في شويه مشاكل ما يعني ما لهمش داعي اللي انا اقولهم، فقررت برضه ان انا امشي. مشاكل مع مين؟ يعني ما لا حسيت ان برضه اللي يعني في اعتراض ممكن يكون على وجودي، فاهم؟ حاجات كده. ما روس ما كانش عايزك؟ اه هو راجل ما كانش عايزني. انت فاهم المدير الفني. فانا مش عايز اعمل يا كابتن سيف، ما كنتش عايز اعمل ايه؟ اه مش عايز تعمل خلاف في الفرقه مش يعني؟ مش عايز. انا الفرقه ماشيه كويس. وانا عايزهم يكسبوا ياخدوا الدوري وياخدوا افريقيا. فمش عايز ابقى انا السبب اللي يقول لك ايه باسم مثلا عمل مشكله مع بسبب رجوع باسم مع مصطفى مرتضى والمدير الفني كده. زمان مشاكل الراجل ده، كل الناس بقى اللي جت حواليا ممكن هي اللي بعدت شويه. تعبتنا كتير زمان. يعني كنت صغير برضو يعني. كنت لسه صغير شويه كابتن سيف. لكن مصطفى مرتضى بما يرضي الله واقف جنبي لحد اللحظه انا قاعد معاك فيها دي. كويس. ودايما بيراهن عليا. ودي حاجه يعني بشكره عليها. هل انت متكلم معاه ان انت ترجع الزمالك تاني؟ بص يا كابتن سيف، انا لحد انا دلوقتي على كوره الزمالك. انا فاهم، بس انت متكلم معاه ان الموسم الجديد تكون موجود في الزمالك؟ هو يعني انا بتكلم مع مصطفى مرتضى، هو الراجل اللي على طول بطمن عليه وبطمن عليه، هو راجل كويس جدا، بس لسه الخطوه دي انا ما اعرفهاش. بس انا دلوقتي حاليا على كوره نادي الزمالك. أنا يعني فاهم. دلوقتي لعب في نادي الزمالك. انا فاهم بس لسه ما فيش اكيد انت مع الزمالك او هتشوف عروض تانية. هو في نيه اللي انا ارجع، على اللي انا اعرفه المشوار مرتضى في نيه اللي انا ارجع واقف جنبي وكده، يعني ده اللي انا اعرفه. غير كده لو حصل اي حاجه غير كده انا برده ما عنديش مشكله، نادي الزمالك يفضل بيتي وانا تحت امر نادي الزمالك سواء بره او جوه النادي. الحمد لله انا عمري ما لعبت في الزمالك، انا اخر ماتش لعبته مع نادي الزمالك كان كاس مصر، خدت بطوله قبل ما امشي. انت في ناس تدخلوا في علاقتك مع الزمالك ولا كان في ناس حواليك ما كنت في الزمالك وبعدوا عنك؟ لا انا يعني هو عامه اما بيحصل لاي انسان اخفاق شويه كابتن سيف تلاقي الناس كتير انت ما كنتش شايف اللي هم كنت شايف ان هم كويسين قوي. بس لما بيحصل لك حاجه بتحس ان هم مش ما حدش حواليك. خلعوا منك يعني؟ كله خلع. معظم الناس اللي كانوا حواليا خلعوا. معظم الناس اللي حواليك خلعوا. درس اتعلمته برضو يعني؟ عايز اقول لك حاجه بسيف، التجربه دي هتفيدني كتير قوي في حياتي. كويس. يعني السنه دي بالذات الحمد لله، انا السنين اللي فاتت كلها عملتها كويس الحمد لله، بس السنه دي انا يعني ما لعبتش كتير. يعني حتى يعني الناس ما بتعرفش تحكم عليا انا مستواي وحش مستواي حلو، عشان انا ما لعبتش كتير. حتى في سموحه ما لعبتش ماتش واحد اساسي. ماتش المصري كنت كويس جدا وجبت ضربه جزاء وكنت كويس جدا، لكن بعد كده حصل مشاكل بقى، فاهم؟ اللي هو قصه سموحه. طب رجعت بره ليه؟ ايه بره رجعت ليه؟ انا حصل لي مشكله في الجيش. يعني انا رجعت عشان كان عندي مراتي كده بتولد، فانا رجعت خدت اجازه 4 ايام وكنت حاجز تذكره ذهاب وعوده. جيت هنا انا في دراسه، فما ينفعش اسافر في شهر 10، يا اسافر في شهر 1 يا اسافر في اخر السنه، في اجازه نص السنه في اخر السنه. ما عرفش ارجع. ده موضوع ما هي الناس بتفكر اللي انا مش عايز ارجع، انا اللي باسم اللي هو اللي مش عايز يرجع وخلاص، مع ان انا لعبت هناك 6 ماتشات ورق، يعني انا كنت اساسي كل الماتشات، يعني انا اللعيب الوحيد في اليونان اول ما الموسم بدا انا كنت بلعب، كله ما كانش بيلعب، عمرو ما كانش بيلعب، كوكا ما كانش بيلعب، كان او كوكا كان لسه رايح عشان برضه فاهم ادي له حقه، ما كان يعني انا الوحيد اللي كنت بلعب، وما كانش كبالا برضه لسه رايح، كنت انا الوحيد اللي بلعب. فالامور بالنسبه لي في النهايه كانت كويسه جدا، والراجل المدير الفني كان بيعتمد عليا كويس جدا، بس هو نصيب اعمل ايه؟ حاجه مش حاجه خارقه عن ارادتي. والحمد لله على كل شيء طبعا، بحمد ربنا على كل شيء. فحوار اليونان ده انا مش بايدي، والله العظيم ما بايدي. هسالك سؤال اشوف عندك الشجاعه ترد بصراحه ولا لا.
ما سالوك ايه رايك في اداء المنتخب؟ قلت لهم انا مش متابع. كنت مش متابع فعلا ولا كنت زعلان؟ اولا ده برضو الاعلام لف بصوره. ده بقى الاعلام ما لفوش. لا لفوا. ده انتوا لف. ده انت لف. ده انت لفوا لوحدك. طب انا هقول لحضرتك سؤال. انت المجموعه الثانيه في منتخب مصر. مين اللي كان هيقابل مين؟ يعني احنا كنا هنقابل بوركينا فاسو. المجموعه الثانيه مين كان هيقابل مين؟ بتفرق ايه في المجموعة؟ رد عليا بقى مين؟ ما انا مش فاكر. هو السؤال اللي سال لي كده. لا انت ايه رايك في اداء المنتخب؟ اصل انا كنت في الحلقه. لا فانت انا قلت في اداء منتخب مصر كان بعد ماتش مصر ومالي اللي تعادلنا فيه. انا قلت والله كويس جدا المنتخب ماشي كويس جدا. بس انا عشان انا ببقى في ميعاد تمرين. أيوة. ببقى انا في ميعاد تمرين فمش متابع. ممكن لا ما قلتش مش متابع هنا. قلت ممكن انت مش متابع في مصر اخذوا منك. هقول لحضرتك اهو. قلت انا عشان ممكن اكون في التمرين ما بشوفش قوي الماتشات بتاعت المنتخب. بس انا بشوف الماتشات اللي بشوفها كويسه جدا وعبد الله السعيد عامل ماتشات كويسه جدا. قال لي طب منتخب مصر وهيقابل مين؟ قلت له هيقابل بوركينا فاسو. قال لي المجموعه الثانيه. قلت له مش متابع والله. هي جد شوف خلي الناس كلها تشوف اللقاء ده وتشوف اللي انا بقوله ده غلط ولا صح. هو قال لي المجموعه الثانيه. طب وانا مجموعة انا مال انا ومال المجموعه الثانيه؟ ما انا فعلا مش متابع المجموعه الثانيه. يعني هو عايز يقول لو منتخب مصر كسب مثلا هيقابل بقى مين من المجموعه الثانيه؟ وانا اصلا ما اعرفش مين المجموعه الثانيه اللي هيلعب. مين هيلعب مع مين؟ فجت من هنا قلت له انا مش متابع. ما يعني مش متابع المجموعه الثانيه. بس اللي فيه لقى نفسه جامد عشان الناس او الاعلام عايزه كده. عشان الناس عايزه تحطني دايما تحط باسم مرسي في وضع مش بتاعه. الناس عايزه تقول بس بتاع مشاكل، بس بيعمل حوارات. وانا اول مره من زمان اشوفك سايب شعرك كده، يعني مفيش قصه كده مفيش. لا ده انا بقالي فتره على كده. ليه؟ لا والله مش حاجه، بس يعني اول بقيت بحب كده اكتر يعني. خلاص. بس يعني فاهم بقى كبرت شويه، بقيت عندي 26 سنه دلوقتي خلاص. قال لك المستشار مرتضى منصور ارجع الزمالك. نروح شويه بقى للزمالك، والناس كلها كانت بتتساءل، حتى كابتن اسماعيل يوسف ما اتكلمت معاه، في وجود خالد بوطيب، وجود عمر السعيد، الاثنين بيلعبوا، هيرجع باسم مرسي، اكيد باسم مهاجم كبير وتاريخ كبير، ولكن بقى له فتره مش في الملعب. هتختار الطريق الصعب ولا السهل؟ يعني الطريق السهل انك انت تطلع اعاره اي فرقه بره وتلعب وانت محتاج تلعب، او تخش في خناقه الزمالك وانك تلعب على اي واحد منهم، وده محتاج مجهود كبير طبعا. وكاسونجو هيرجع، ومصطفى محمد ممكن يرجع. انهي سكه احسن لك؟ هقول لك انا سكه. اول ما رحت نادي الزمالك كان في عبد الله السيسي واحمد علي وخالد قمر، كنت انا الرابع. الناس قالوا لي نفس اللي حضرتك بتقوله دلوقتي، يا ابني انت تروح الزمالك وفيها خالد قمر، كان ما شاء الله خالد كان مكسر الدنيا وقتها، وفي احمد علي وفي عبد الله السيسي، ده ناس كتير قوي، هتروح هناك تعمل ايه؟ هو هتتعب قوي. فانا برضو برد عليك نفس الرد اللي رديته. الملعب هو الفيصل بين باسم، لو انا رجعت ان شاء الله بين وبين اي حد. يعني انا بالنسبه لي ارجع الزمالك، يعني الزمالك ده اخره عليا. بص يا كابتن سيف، انا ما بحبش اقول الكلام ده على التلفزيون عشان الناس ما تفكرش انا بافور. نادي الزمالك اللي جاب لي عربيتي، نادي الزمالك اللي جاب لي بيتي، نادي الزمالك اللي خلى باسم مرسي في المكان اللي هو فيه دلوقتي. نادي الزمالك لو طلب مني اي حاجه في الدنيا انا ممكن اعملها. مش بقول كده عشان خاطر بقى الجمهور والناس، بس فعلا نادي الزمالك فضلوا عليا، والناس كلها عارفه انا قد ايه بحب نادي الزمالك وقد ايه بحترم نادي الزمالك. ولو طولت يعني اشتغل في نادي الزمالك هشتغل في نادي الزمالك. اي حاجه في نادي الزمالك هشتغل، بعيد عن لعيب الكوره، اداري بقى، عامل. يعني أي انت عايز تقول ان الزمالك لو نور اللمبه الخضراء انت موجود في الزمالك ان شاء الله. ما نورش ده. انا اتمنى كده اصلا، انا عايز ارجع النادي. عايز انت ده الطريق اللي انت عايزه؟ طبعا انا عايز ارجع النادي. عايز ارجع النادي عشان انا يعني في حاجات كتير عايز اعملها. الناس ممكن تقول دلوقتي باسم بعيد شويه ومش عارف ايه، يعني انا جاي من الانتاج، يعني انا جاي من الانتاج الحربي، نادي كبير ونادي محترم. بس انا عندي تحدي، وان شاء الله هكمل الطريق اللي بدأته في نادي الزمالك باذن الله. انا هرجع النادي وهكسر الدنيا في نادي الزمالك ان شاء الله. حتى لو ربنا ما ارادش ان انا ارجع هروح حته ثانيه، وان شاء الله برضه باذن الله هرجع لمكان الطبيعيه. اخترت تروح سموحه، مرتضى منصور قال لك اقعد في الزمالك، كانوا سكتين، لو لف الزمن ورجع بيك تختار ايه؟ هختار اللي انا اقعد في النادي. تقعد في النادي؟ قرارك لسموحه كان قرار خاطئ طبعا. كنت همشي.
عشان انا كنت في نادي الزمالك بتعامل يعني المعامله حاجه، وفي اي حته في مصر المعامله حاجه تانية. ليه؟ لا يعني المعامله في الزمالك معامله غير. انت انت اتعاملت نجم برضه. فين؟ في الانتاج. طبعا الانتاج، بس انا كنت لسه صغير في الانتاج، ما كنتش رحت نادي الزمالك. يعني في انديه كتيره التعامل، في انديه كتيره طبعا التعامل يعني الطبيعي يبقى كويس يعني. بص لا التعامل كان كويس معايا جدا من باشمهندس فرج على فكره، الراجل ده برضه راجل محترم، وانا ما عنديش اي خلاف معاه. وانا يعني لو الموقف ده اتكرر في اي وقت تاني صدقني انا الحقيقة كان هيبقى معايا، وكان هيتاخد قرارات غير دي. بس هو القرار اتاخد عشان الفرقة كانت بتنزل. ترجم لي بقى معلش. يعني لو اي وقت تاني وحصل في نادي سموحه كده على فكره، وحصل في نادي سموحه كده، حصل من فتره مع لعيب ما ومدرب ما ومشى المدير الفني. انت عايز تقول مع كابتن علي ماهر؟ ما يعني كابتن علي ماهر انا مع يعني ما بدون ذكر اسماء حد. وده برضو من الشخصيات المحترمه كابتن علي ماهر. علي طبعا محترم. يعني انا رحت سموحه الناس كلها كانت بتتكلم علي كويس. اللعيبه كلها بتتكلم علي كويس، انا تمنيت اللي انا كنت اروح وكابتن علي ماهر موجود. بس كابتن علي مش عشان خلاف تاني، مش عشان خلاف مع لاعب. ده اللي انا عرفته من جوه. ده اللي انا عرفته من جوه الكواليس بتاعت النادي. بس من كتر اللعيبه ما بتتكلم مع الكابتن علي ماهر، انا كنت نفسي اروح الاقي الكابتن علي ماهر موجود عشان يقول ما كانش عندك معاه مشكله. بس ما لعبتش معاه بصفه اساسيه برضه. هو الكابتن عادل قال لي انت لسه جاي وانا عايز اجهزك، اما اجهزك هتلعب. كان بيطلعني بره السكور اصلا. وكنت عادي ولا بتكلم ولا اي حاجه، اكيد كنت بقى متضايق. اي لعيب في الدنيا ما يطلع بره السكور او ما يلعبش هيتضايق، ما بالك انا بقى. يعني اكيد هتضايق. بس الراجل جه في وقت مناسب راح احمر لعبني، ولعبت الحمد لله. اول ماتش كنت العبه مع الكابتن كان ماتش المقاولين، كنت الحمد لله نزلت نص ساعه، كنت احسن واحد في الفرقتين. بس كابتن عادل مشي، جه الكابتن حسام. اول ما جه الكابتن حسام قال لك ايه؟ بص انا علاقتي كويسه جدا بالكابتن حسام بره الكوره. شخص يعني كابتن حسام شخص كويس جدا، وانا بحبه جدا وبحترمه جدا وبقدره جدا. بس مشكله كابتن حسام مش في كابتن حسام، هو عارف الكلام ده وانا قلتها له قدام ساعه المشكله. مشكله كابتن حسام في الجهاز اللي مع كابتن حسام. ده قولا واحدا. كابتن حسام يعني الجهاز ده يعني كابتن ابراهيم؟ ايه؟ لا كابتن ابراهيم برضه، انا بتكلم على الجهاز اللي مع كابتن حسام، هم عارفين نفسهم. لكن الكابتن حسام انا بحترمه جدا وبحبه جدا، هو عارف الكلام ده وانا قلت له. يعني انت خلافك وخناقتك كانت مع الجهاز ولا مع كابتن حسام؟ بص يا كابتن، اللي بيسخن حد ولا عايز يعمل مشكله، ما يعني انا ممكن اسخنك دلوقتي تتخانق مع الاستاف اللي هنا كله مثلا. يعني فاهم؟ هيبقى انا الغلطان مش انت الغلطان، اللي حواليك هو الغلطانين. يعني بمعنى ما ينفعش انت مثلا يا كابتن سيف مثلا ابقى انا بشوف كوره غلط وانا ما شفتهاش كمدير فني، الاقي الجهاز اللي ورايا الحق شوف مش انت الحق مش عارف ايه، تروح انت جاي متخانق معايا. هي دي كوره اصلا؟ دي مش كوره، والناس كلها عارفه الكلام ده، بس الناس بتخاف تقول. يعني الناس بتخاف تقول، انا ما بخافش اقول. وممكن يضرني اللي انا بقول لحضرتك ده، ممكن يضرني انت فاهم؟ راجل بس بتاع مشاكل، انت مش عارفه في الانديه. انا ما عملتش مشكله واحده مع الكابتن حسام عشان بقعد بره. ما فيش قلتلوش مثلا كان يجي اللعيبه تلعب، كنت انا اللي اقول لهم ركزوا وشد حيلكم وربنا معاكم وانتوا لعيبه كويسه، وكابتن حسام اللي يلم الناس. اقسم بالله ما عملت مشكله، ما لعبتش مع كابتن حسام الا ماتش واحد، ماتش المصري، وجبت فيه ضرب جزاء الماتش ده. بس كابتن حسام كان في تصريح معانا في الاستوديو بعد ماتش، يعني بعد ما انت بعد اول ماتش ما انت ما كنتش موجود، وقال ان انت يعني ان هو اتضايق من التصرف بتاعك بشكل كبير، وان اللعيبه كمان كانت مستاءه من الموضوع جدا. اللعيبه ممكن افتح لك الواتساب دلوقتي عندي اسمعك اللعيبه بتقول ايه حالا على الهواء دلوقتي في نوع قاعد معاك، اسمعك اللعيبه 15 لعيب بيقولوا لي ايه مثلا دلوقتي على الواتساب. كابتن حسام على الواتساب. بص يا كابتن، طول ما انا ماسك الاستوديو ده وانا اللي مسيطر فيه، ممكن اطلع اخلي كل الناس اللي حواليا تقول لي عايزاه، انا اقول بلسانهم طالما اللي ماسك. ما حدش فيهم كله بخاف على اكل عيشه. كل واحد بخاف على اكل عيشه، ما حدش يطلع يقول لك ايه؟ طب ما في لعيب مشي. في لعيب ما رضاش يمضي على ورقه هم عاملينها ومشي. قال لهم اللي انتوا بتعملوه ده ظلم. ومشي. وفي 29 مضوا. يقول يا كابتن طب احنا هنعمل ايه؟ لو عملنا غير كده مش هنلعب. ومش هنقعد في النادي اصلا.
وانا اعذرهم طبعا يعني، يمضوا على ورقه اللي انا اللي ما عملتش، كل ده مش فارق معايا، ربنا موجود، ربنا موجود. هتروحوا فين؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد ظلمني، بس انا ولا فارق، انا عملت شكوى ولا فارق معايا الفلوس بتاعت اللي عملت شكوى في مين بقى؟ في النادي عشان الفلوس اللي ليك. اه لكن مش حاجه في الكابتن، عشان اضمن حقي كمان، ليها حقي فاهم، في الكابتن حسام يعني. ايه يعني؟ لكن مش في الكابتن حسام. لا 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 مش في الكابتن حسام، الكابتن حسام مدير فني مش رئيس. طب ايه اللي وداك الاتحاد الدولي؟ عملت اتحاد في اتحاد الكوره. اه ما بقى لي دلوقتي داخل في 3 شهور ولا شهرين ما حدش بيرد عليا، فالجأ لمين؟ الاتحاد الدولي. بس اديني مستني اتحاد الكوره الناس ترد عليا، انا ما عنديش اي خلاف مع حد فيهم يعني، ناس كلهم محترمين. ما رحتش قعدت مع كابتن مجدي مثلا؟ اتكلمت معاه؟ انا دلوقتي بقدم شكوى ليا فلوس. الشكوى كابتن هم اللي بيحددوا معاد، يعملوا تقريبا تحقيق حاجه كده يعني. طب انت، فانا عايز يحصل تحقيق بقى. أوه. انا عايز يحصل تحقيق، وهاتني وهات الطرف الثاني، ومصحف ربنا موجود. لو انا بكذب هحلف على مصحف بتاع ربنا. طب انت علاقتك كويسه بمهندس فرج عامر، ليه ما قعدتش معاه قلت له فلوسي؟ هو اصلا يعني القصه كلها كانت سيف، اللي انا ايه، الباشمهندس فرج عامر برضو معايا رساله على التليفون ده. ما خد بالك انا لو قلت حاجات هقول حاجات كتير برضه. رساله من مش من بص، كله على رساله على التليفون، كله على التليفون، اقسم بالله يا كابتن. اصل طب اسرع بيقول لك ايه؟ وسيله للتواصل دلوقتي الواتساب. اه ففي حاجات كتير الواتساب ده. لا بس مش كلام على المشكله، قبل المشكله انا كان باشمهندس فرج كان عايزني اجدد سنه ثانيه في نادي سموحه، وبعت لك على الواتساب عشان كان عايزني اجدد سنه كمان، اللي انا اقعد واجدد سنه قبل المشكله. ففي حاجات الناس هي ايه، ايوه وانت ماشي انت ليك فلوس، ما روحتش قعدت قلت له يا فندم انا ما اتعرض عليا الزمالك. فندم انا كلمت اداريين اداريين سموحه كلهم ما حدش بيرد عليا، كلمت الناس كلها ما حدش بيرد عليا. يعني عشان ما بيردش عليك؟ كله ما حدش بيرد عليا خلاص بعد المشكله، عشان اتمرن وانا الواحد اللي توقفت. ده في سته غيري توقفوا، في ست لعيبه غيري توقفوا، اتوقفوا ومضمون يعني، اتوقفوا بعد المشكله على طول، بس رجعوا اتمرنوا، اعتذروا واتمرنوا. شوف حضرتك قلت ايه؟ اه هم اكيد كانوا غلطانين. لا هم هم شايفينهم غلطانين؟ ما اعرفش يعني، طالما اعتذروا يبقوا غلطانين. بص يا كابتن والله هم عارفين ان هم صح، هم عارفين ان هم صح، بس انا برضو ما ماليش دعوه بحد. كل واحد عنده كرامته. انت دلوقتي بص يا كابتن، كل واحد عنده كرامته، كل واحد عنده شخصيته، وانا مش هجبر حد يبقى معايا. انا ما اروحش اعتذر. هو الخلاف في ايه؟ بس انا مش عارف. خلاف كبير يا كابتن ومالوش لازمه الكلام، عشان الكلام لو داخل في حاجات اعراض وام وكلام، فما بالله عليك ما يعني ما نخش في السكه دي. فانا بحترم كابتن حسام وخلاص، يا الحوار كله بقى في يعني مش خلاف زي ما تردد زمالك وكده، زمالك ملوش علاقه بالموضوع. ما قلنا خلينا زكتين. انا مش هسالك والله، في انت بتقول لي حاجه ام وكده فبقول لك مش خلينا طيب يا كابتن سيف الحوار في يعني. المهم الزمالك مش طرف. هو رئيس الزمالك طرف، ما عشان ما نعملش يعني فاهم. خلينا بس في لا احنا كده هنعمل دوشه. ما خلينا في الموضوع. خلينا في الحاجات، عشان لو انا اتكلمت برضو مش هيبقى الكلام هيبقى لطيف يعني. بس انا برضو. طب انت دلوقتي حصل اللي حصل. ما نقعدش بقى نتكلم ونعيد في قصص ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها. تمام. حصل اللي حصل. رحت ما رحتش ليه؟ قعدت مع مهندس فرج عامر. ما بس بيردش انا ما بيرد، محدش بيرد عليا. ايوه اصل دي نهايه علاقه. محدش يعني بيرد عليا، بقول لك انا كان مش انت الاعاره انتهت خلاص؟ كان تمرين. بص يا كابتن كان تمرين. لا الاعاره ما انتهتش خلاص، الاعاره انتهت باخر ماتش. ما كانش العرض فسخ. ايوه مش انت راجل لازم تروح تسال وضعك ايه؟ يعني اجي ولا ما اجيش؟ رحت طبعا يا كابتن، اترجعت من على باب النادي. عملت ايه؟ رجعت من على باب النادي سموحه. ما دخلوكش يعني؟ ايوه طبعا هقول لهم ما حصلش، بس هم بتوع اللي هناك عارفين. انا اتمنعت ادخل النادي، اتمنعت ادخل جيم النادي. ايه يا كابتن؟ اتمنعت. انا كان عندي تمرين الساعه 9 الصبح كل يوم. قلت لهم انا هتمرن كل يوم الساعه 9 الصبح لاخر السنه، ما عنديش مشكله. اتمرنت يومين بالظبط. واليوم الثالث كلم الاداريين محدش بيرد عليا. اعمل ايه بقى؟ المفروض انا لعيب اعمل ايه؟ المفروض اصلا اللعيبه اتمرن، ما ينفعش اقعد ايا كان هو الخلاف ايه. وعلى فكره في لعيبه غيري مشيت ولعيبه اتمرنت لحد الساعه 9 الصبح، في لعيبه قاعده بقى. طب انت ما رجعتش للزمالك او المستشار مرتضى منصور قلت له مثلا في مشكله عقليه مستحقات، كان كلم المهندس فرج وانهى المشكله يعني باستمرارك او عدم في ناس من النادي تواصلت معايا وحصل الكلام ده فعلا. بس هو شكوى، انا اشتهيها شكوى يا كابتن. الصح اللي انا اعمل شكوى. انت خدت جزء وجزء لسه ولا ما خدتش حاجه خالص؟ لا خدت جزء من فلوسي، خدت نص فلوسي فاضل. بس هي الازمه برضو مش ازمه فلوس يعني، انا بالنسبه لي مش ازمه فلوس اصلا يعني. الحمد لله بفضل كل اللي يعرفني مش اهم حاجه عندي الفلوس يعني، مش اول حاجه بجري وراها الفلوس يعني. كنت رحت انديه ثانيه بفلوس اكتر بكتير بكتير من سموحه. بكتير
يعني الضعف الدبل. ياه اقسم بالله يعني الدبل على طول. يعني اسمها مش افضل عرض مادي؟ لا طبعا. يعني في ناس نصحتني من النادي قالت لي ما تروحش اسمه، وانا اللي صممت، وده كان قرار خاطئ مني. كان افضل لك بتروجيت؟ ايه؟ كان افضل لك بتروجيت؟ اه كان افضل لي بتروجيت، كان افضل لي الانتاج الحلو. وجالك الانتاج؟ كان جالي انديه ثانيه، بس دول افضل عشان دول اللي اصلا انديه اثرت في مسيرتي في الكوره، يعني بتروجيت هو اللي عملني. لا كان افضل لك الانتاج، انتاج بيلعب كوره كويسه. لا غير بتروجيت هو اللي اصلا الناشئين بتروجيت اول بس سنه. بس بتروجيت السنه دي يعني كان عنده امور صعبه. على الاقل يا كابتن حاجه من رد جميل للناس، يعني قعدت عندهم خمس سنين. اه دي جزئيه ثانيه طبعا. وفلوس اكتر الضعف في بتروجيت. ياه. اه والله. وفي الانتاج الحربي نفس النظام، ناس محترمه جدا هناك برضو، هم اللي فرقوا في حياتي برضو في الانتاج الحربي. المسؤولين هناك كابتن خالد مهدي كلمني، وراجل محترم جدا، وانا بقى على المستوى الشخصي بحبه جدا يعني. خالد جدع، شخصيه محترمه. اه طبعا شخصيه محترمه. بس فانا معلش. امال انت عادك في الزمالك فاضل له قد ايه؟ تقريبا سنتين. تقريبا سنتين. سنتين اه. لسه قدامك مشوار يعني مع الزمالك. بص يا كابتن انا مجدد على بياض عامه يعني. في الزمالك في عقد، في سنه مجدد فيها على بياض. انت بتمرن باسم دلوقتي؟ بقى بتمرن. وجاهز؟ اه طبعا. كوره ولا جيم بس؟ لا بتمرن الاثنين، فيتنس وجيم. اه لكن ماشي. نفس يعني نفس، لكن ما بلعبش كوره طبعا يعني. ممكن العب بعض الاوقات كده خماسي مع اصحابي وبتاع. بس دايما يقولوا الكوره مختلفه او نفس الكوره مختلف. بس النفس موجود، بس كابتن سيف هي الكوره دايما بتبقى في الدماغ شويه يعني، الكوره والتكتيك والحاجات دي بتبقى انت من كتر ما انت لعبت بتبقى حافظ الدنيا ماشيه ازاي، هو اللي بس بيبقى صعب شويه النفس. ففي دلوقتي بقى ناس متخصصه في الموضوع ده يعني، فانا بتمرن معاهم. هسألك سؤال اسيبك تفكر فيه لحد ما نرجع من الفاصل. بعد ما قلعت فانيله الزمالك حسيت دلوقتي ان هي كانت تقيله جدا وكانت نعمه كبيره قوي ربنا مديها لك؟ اجاوب اللي بعد الفاصل؟ بعد الفاصل. نرجع نشوفه هيقول ايه. اكيد دي احلى ذكريات عند باسم، اكيد وقاعد بيتفرج دلوقتي دماغه بتودي ويجيب، اه لو الزمن رجع تاني كنت هعمل حاجات وحاجات اكيد مش هعملها، واكيد قاعد دلوقتي بتحلم تقول يا هعملها تاني ان شاء الله، واعمل اكتر منها ان شاء الله. هتعملها تاني باذن الله. بس اكيد وانت بتفكر بتقول ان في وقت من الاوقات كنت لابس تيشيرت الزمالك كانت كبيره قوي، بس انا اياميها كنت طبعا صغير. بص يا كابتن بس يا باشا لسه بقالي سنه بس بعيد عن الزمالك. اه يعني انا لسه خالع تيشيرت نادي الزمالك بقالي سنه. انت فاهم؟ فالموضوع بالنسبه لي طبعا تيشيرت نادي الزمالك ده كبير جدا وتقيل، والنادي عريق ونادي كبير احسن نادي في مصر، فاي حد في الدنيا يتمنى يلعب في نادي الزمالك. انا بالنسبه لي قعدت اربع سنين في نادي الزمالك يعني احسن اربع سنين في حياتي، وبفضل الله بفضل الله عمري ما قعدت سنه في النادي ما جبت بطوله. بفضل الله والحمد لله عندي من الاجوان بدل يعني انا هداف العصر اللي فات ده كله اصلا كابتن سيف في تاريخ نادي الزمالك، يعني مش العصر اللي يعني لمده مثلا 20 سنه تقريبا او 10 سنين يعني في 15 كام جول؟ 53 جول يعني بقالي بقى يعني الحمد لله بقالي جبت جوان الحمد لله بفضل الله كتير في نادي الزمالك. انت كام سنه بس؟ انا بالظبط دلوقتي لسه تم 27 سنه. 27 لسه صغير؟ اه الحمد لله. الناس مفكراني كبير شويه. اه انا كنت متخيل انك اكبر من كده. لا لسه تم 27 سنه. انت لسه يعني المشوار طويل ان شاء الله. وعندي والله بص يا كابتن سيف الحمد لله انا عندي يعني اصرار ان شاء الله ارجع احسن من الاول، وهرجع احسن من الاول باذن الله. عشان الحمد لله بفضل الله ربنا عارف الواحد نيته سالكه وبشتغل وبجتهد وبعمل اللي عليا، اكيد انا قصرت في بعض حاجات. اسالك سؤال، جيت في وقت من الاوقات اتغريت؟ يعني دماغك لفت؟ بص انا مهاجم الزمالك ومصر وبتاع. بص يا كابتن سيف انا طبيعتي اصلا طبيعتي انا يعني حتى دلوقتي في حياتي زي ايام الزمالك هي هي الايام دي، انا طبيعتي شخصيتي كده. يعني انا الناس بتقول انت مغرور انت يعني بعض الناس كانت بتقول كده، كل الناس اما اول ما حد يعرفني يقول لي يا اخي انت طيب قوي انت شخصيه كويسه. اه يعني هي انا مش دعوه بالناس تقول انت مغرور ولا لا لا لا، انا بكلمك عن الفعل، سيبك من الناس، بكلمك انت كبس لما تقعد مع نفسك كده. ساعات كده الانسان لما تجيله شهره مره واحده يبقى راجل نجم مصر مره واحده، دماغك تلعب على الدب دي. على فكره مش عيب، اكيد في حاجات زمان كنت صغير فيها في السن قرارات لا، بس انا والله عمري الحمد لله ما ابقى مغرور الحمد لله. انا عمري ما اتغريت ولا عمري شفت نفسي ولا عمري الكلام ده، حتى يعني اسال احد من زمايلي اللي هم
كان معايا في الاوضه وبتاع، بس مفيش انا القصه كلها كانت سيف اللي هو توفيق عدم توفيق. لكن الحمد لله ربنا يعني يدوم نعمه على واحد. احنا انا بص يا كابتن سيف، انا طالع من بلد صغيره جدا من قريه، انت فاهم؟ فعمري ما نسيت الماضي، وعمري ما بنسى الماضي، عمري الحمد لله بفضل الله عمري يعني اهلي دول حياتي كلها، عمري ما بنساهم، عمري ما بنسى اهل بلدي. يعني انا على طول الحمد لله بروح بلدي وبفتكر اصحابي وقاعد مع اصحابي بتوع زمان، هم اصحابي لحد اللحظه انا قاعد معاك فيها دي. فانا مش من الناس اللي هي يعني اغريته اضواء المدينه مثلا، انت فاهم؟ لا، كل واحد عارف اصله كويس، وانا اصلي فلاح الحمد لله، اصلي فلاح، فالفلاحين طول عمرهم جدعان ورجاله. وما يعني قص الناس تقول انت مغروره ولا انت تينك والكلام ده، الحمد لله مش فيا. بس مش عيب اللي انت يبقى عندك شخصيه، مش عيب اللي انت يبقى انت عندك اسلوب، عندك طريقه، في طريقه معينه ماشي بيها في حياتك كلها. هي الناس دايما عايزه الايه، الناس تبقى على يعني انا ده على المزاج ده شويه وده على المزاج، بس لا انا ما بحبش كده. يعني هي شخصيات. وبحبش اللي انا اجامل، يعني ما ينفعش اطلع عايز اتكلم، ما بحبش اجامل كده. هي طالما الحاجه صح ما ينفعش بقى اقعد اجيبها. وانت بتتفرج على المنتخب دلوقتي وقاعد بتتفرج كده بقالك سنتين انت مش موجود، او ثلاث سنين، وكل سنتين يوم بس. سنتين وكل يوم نفس الحديث، ندره في مهاجمين المنتخب الوطني، ندره في مهاجمين المنتخب الوطني. حاسس بيه؟ يعني طبعا مطلع في فراوده كويسه في مصر طبعا. يعني المهم الانسان يتغير. انت دلوقتي بتقول ايه؟ انا دلوقتي الامور اختلفت معايا واتغيرت. ده كلام محترم، واي انسان بيتغير بيرجع ان شاء الله باذن الله افضل من الاول. بس عشان اتعلم اقول ده كان غلط. والتصريح طبعاً. ده ليه التصريح ده زعل الناس؟ لان انت قلت ايه؟ انا السن وكنت تمام، بس في النهايه ممكن المنتخب ما ياخدنيش، بس المنتخب بلدي لازم اتابع. الناس من هنا زعل على فكره. الناس مش زعلت عشان باسم متابع او مش متابع، الناس زعلت عشان ده منتخب مصر لازم تتابعه. بس والله العظيم انا كنت بتابعه. اه هقول لك بس دليل. الله يمسيه بالخير الباشمهندس خالد عبد العزيز. ايوه انا برضو التغريده كانت في حلقه في حي الاسمرات، صح؟ وكانت معاك زوجتك بالظبط، صح؟ واللقاء كان معايا برضو. اهو شفت بقى شفت الصح موجود ازاي؟ طيب يعني احنا دلوقتي بنتكلم، يعني ازاي شفت الذكرى الكويسه موجوده والذكرى اللي مش كويسه موجوده؟ بص يا كابتن، ازاي انا مش متابع وبروح اتفرج على اول ماتش؟ انت بعديها رحت؟ لا انا رحت قبل الماتش، اول ماتش في البطوله. اه ده الكلام ده كان اول ماتش في البطوله لمنتخب مصر. ده الكلام يعني مش متابع، دي جت بعد الماتشين ثلاثه. اه فالناس صدقني الناس دايما هي اللي بتحطني، عايزه تحطني في المكان الغلط، وانا الحمد لله بفضل الله مش كده، والله العظيم ما كده. اه انا شخص الحمد لله بفضل الله متواضع جدا، ما بسيرش الجدل زي ما الناس بتقول، بس هي الناس بتحطني في المكان الغلط، او انا ممكن اكون برضو يعني بديهم فرصه شويه. اه بتديهم فرصه شويه ممكن، فما تديهمش. لا ممكن يعني فاهم، انا اتلاشى حاجات معينه فما اتكلمش فيها اصلا، عشان لو اتكلمت فيها صح هيحصل فيها مشكله، عشان انا دايما صريح. هي الناس ما بتحبش الصراحه. لو انت عايز ترجع المنتخب دلوقتي وعندك حلم، بتنافس مين؟ هنافس نفسي، مش عيب اللي انا هنافس يعني انا لا بعد نفسك. بص يا كابتن، اللحظه اللي قعدت معاك فيها دي اه محدش في مصر بس مروح منتخب مصر. تمام. لا انا لا، ما هو انت راجل نجم وطبيعي ما تنافس نفسك ويبقى عندك الطموح وتدوس على نفسك وترجع تخش الجيم تاني. بالظبط، يبقى عندك منافسين في الوقت الحالي. في لعيبه كتير على فكره. مين؟ في مروان، في احمد علي، في كوكا، في يعني انا بشايف والله ما بجع. هو ما الناس بتقول لك السن مش السن، انا شايف صلاح امين ده اتظلم. صلاح امين ده كابتن صلاح امين عامل موسم استثنائي في بيبسي، مش اي حد مكانه يجيب الاجوان دي كلها. جاب تقريبا 10 11 جون او 12 جون، ومع احترام في بيبسي طبعا فريق كبير نجوم. سوري معلش، نجوم انا بتكلم المسمى القديم. النجوم عامل معاهم موسم رائع صراحه، لعيب كويس الحقيقه. فده برضو فرد من الفرق. يعني انا ما بشوف نفسي يعني فاهم، بشوف نفسي في حد مثلا، بشوف صلاح امين ده مجتهد جدا ولاعيب على الجون بيفنش بطريقه مش طبيعيه. طب مين من اللي موجود دلوقتي يلعب اساسي في وجهه نظرك؟ وفي كوكا برضو، في احمد كوكا علي، في كوكا برضو عشان مروان، وفي برضو خالد قمر عامل موسم كويس. يعني خالد برضو من الناس اللي عامله موسم كويس السنه دي برضو. اللي يلعب دلوقتي اساسي ما اقدرش اقول طبعا مين يلعب اساسي. لا من وجهه نظرك الفنيه والله ما اقدرش يعني. هو انا سايب الكلام ده للمدير الفني،
بس انا شايفهم كلهم كويسين، الاختيارات المهاجمين كويسه. كان ممكن كمان مصطفى محمد عشان ما انساهوش، ما هو منتخب الاولمبي بس محمد لسه مصطفى قصدي عامل موسم كويس. الناس دي كلها عامله موسم كويس. اللي يلعب فيه مروان، يلعب فيه احمد علي، يلعب فيه كوكا، يلعب كلهم ما شاء الله مستوى واحد يعني. اعلى دوري جبت فيه كم هدف؟ 18 جون. 18 2014 ده من الارقام اهي. خالد قمر 14، احمد برضو حوالي 14، يعني ارقام برضو كويسه. صلاح امين 13 جول. 13 جون صلاح عامل موسم بالنسبه لي احسن واحد في الموجودين كلهم. هم كلهم كويسين طبعا، كلهم كويسين طبعا جدا. مصطفى 12 هدف، كلهم كويسين جدا. بس صلاح النجوم فريق يعني كويس جدا. بس كلهم شباب صغير، لكن وصلاح عامل معاهم مجهود كبير. لكن خالد بيلعب في الاتحاد، احمد علي بيلعب في المقاولين، مروان بيلعب في الاهلي، مصطفى برضو بيلعب في طلائع الجيش برضو فاهم. لكن صلاح موسم استثنائي. احمد علي رغم ان احمد علي حته كويسه جدا بامانه. احمد علي 18 هدف، متصدر جدول الدوري الممتاز. احمد علي برضو عامل موسم مش اصل. احمد علي لعب معايا في الزمالك ولا لعيب كبير. احمد علي اللي فرود يعني فرود كبير. طب نروح نشوف راي الناس ايه في مهاجمين المنتخب الوطني ونرجع تاني مع باسم موسي. والله هو في كوكا ومروان واحمد علي، بس اعتقد يعني مروان فرصته اكبر لان مروان كان منسجم مع المنتخب الفتره اللي فاتت، وبيتهيألي يعني هينسجم اكتر مع صلاح وتريزيجيه في التشكيله الاساسيه مع منتخب مصر. احمد علي الافضل كهداف الدوري، كمهاجم قوي وبيلعب اساسي. لا انا بصراحه افضل احمد علي كمهاجم الوحيد اللي هداف البطوله بتاعت الدوري، وفي نفس الوقت كمان اداؤه جميل جدا في السن، واداؤه كمان جميل جدا في الايه في حكايه ان هو عنده خبره في الموضوع دوت. فانا شايف فعلا احمد علي هو الايه الانسب للموضوع دوت للبطوله ان شاء الله باذن الله. اولا كابتن مروان مهاجم كويس وبيعرف يجيب اهداف يعني باذن الله، فان شاء الله هو يكون رقم واحد في المهاجمين باذن الله. هو احسن افضل بكتير من كابتن احمد حسن كوكا طبعا. احمد علي طبعا الفتره اللي فاتت بيقدم مستوى كويس في الدوري، ومروان برضو على ما اظن في اخر كام ماتش عمل كام ماتش حلو كويس جدا، وان شاء الله باذن الله البطوله لينا احنا. والمتوقع مروان محسن لان يعتبر رجع من اصابه، وكوكا مش مهاجم فايتر يعني. احمد علي طبعا مع سنه بس المفروض ان هو احرز اهداف كويسه في الدوري الموسم اللي فات دوت، يعني ما بين مروان واحمد علي. مين هيبقى مهاجم المنتخب الوطني؟ اكيد القرار الاول والاخير لاجيري، حتى الناس وجهه نظرها وجهات نظر مختلفه، ولكن تبقى وجهه نظر الفنيه هي وجهه نظر المدير الفني. المهاجم ظروف صعبه، مش لازم ان انت تبقى او مش شرط ان انت تبقى بتادي كويس، بس لازم تادي كويس وتحرز اهداف. يعني لو ما اديتش كويس وحرزت اهداف ده عند الناس كويس. الناس كلها بتبص. هي دي المشكله، اللقطه الاخيره. يعني هو الهدف ده اللي بينور الفرود شويه. ودايما اصعب لحظات المهاجم ان ما يعني تعلق مع الجوال. دي حقيقة. يعني دايما يقول لك انا محتاج جون واثنين عشان ارجع. هو جون. هو انت محتاج جون، بس الجون يعني بيسهلك الطريق طول الموسم. اصعب هدف اول هدف. ده من وجهه نظر يعني. دي المقوله بتاعتي، اصعب هدف اول هدف. كل الباقي بعد كده سهل. يعني بالنسبة لي هو أصعب جون أول جون. أول جون بتجيبه في الموسم. بعد كده الباقي كله سهل، خلاص بقى أنت جبت جون ف بتاخد الثقة. الثقة خلاص بقى أنت جبت جون إنك تمسك ضربة الجزاء كانت بالنسبة لك بيبقى فيها تردد ولا عادي؟ لا أنا عادي ما وما تضيع ضربة جزاء. أنا ضيعت آخر سنة ضربتين جزاء. بس الحمد لله الموسم اللي قبله جبت 7 جون ضربة جزاء، يعني من تاريخ نادي الزمالك. بتهزك لما تضيع ضربة جزاء؟ يعني كباسم لا. ليه بقى كابتن سيف؟ عشان انا ببقى عايز يعني اعوض ضرب جزاء اكتر، يعني ببقى عايز اجيب جون فيها. يعني عشان تضيع قدام الاهلي؟ ما انا ما جبت في الاهلي. فعادي. بس في الدوري عندك الظروف واقفه شويه. لا عادي والله. لا في الدوري اللي دلوقتي ولا مع الاهلي؟ مع الزمالك. انت ما سجلتش في الاهلي في الدوري، كاس بس. عشان جون البطوله بيبقى حلو. يعني جوان الكاس بتبقى بطوله يعني. فبتبقى لا فرحه ثانيه يعني. احلى مبارياتك، احلى اهدافك في الاهلي؟ يعني معظم الاجوان اللي جبتها كلها، يعني اول سنه يعني الاربع خمس اجوان اللي جبتها يعني. بص توفيق ربنا سبحانه وتعالى وتوقع. توفيق رقم واحد وبعد كده التوقع.
يعني لو ربنا ما وفقش الواحد في الاجوان دي كلها، معظم اجوان الاهلي بالذات مش هتيجي جوان. هو الجون عامه يا كابتن 70-80% توفيق. قول لي هتبتدي منين عشان ترجع للي كنت فيه بعد الفاصل ونرجع تاني. برحب بيك على تايم سبورت، وبالتاكيد يعني اشياء كتير بتحصل معاك مع لاعبين كره القدم، ولكن خلينا اعرف منك الاول علاقتك باسم مرسي. علاقتنا ببعض قويه جدا يعني، بنطمن على بعض على طول، انا دايما بروح اقعد معاه، في بينا حاجات كتير يعني، فطبعا علاقتي بيه انا شايف ان احنا اكتر من الاخوات. كان بيتعبني جدا، كان بيقابلني في معسكر الزمالك، كان يعني كنت ببقى متضايق بصراحه، لانه كان بيفضل طبعا يعلق على شغلي مع اللعيبه، وكان ممكن تبقى القصه مظبوطه فكان يقول لهم لا ده القصه مش مظبوطه فيخليني اعيدها تاني. دي من الحاجات اللي انا كنت بتضايق منه فيها. وبعد كده بقى لقيته انسان هادي بقى، قعد معايا وقال لي انا عايز اقص شعري، ولما كان شعره طويل وساعتها قصيت له شعره، والحمد لله كان الموضوع ده عمل لنا نقله كبيره يعني. هو لما كان شعر باسم طويل قوي وجي قصه عملنا له كذا لوك، فكان عاجب الناس جدا يعني. بس هو اغرب حاجه عملها والناس كانت يعني كانت مستغرباه، لما عملنا له اللون الابيض، وقبل كده عملنا له طفيره. الحاجات دي كانت يعني خلت انتقادات كتيره، بس كان شكلها حلو يعني، وكان وشها حلو عليه، كان ما شاء الله بيجيب جوان كتير ساعتها. ما بنركزش في الانتقادات قوي يعني، لان في ناس كتير قوي بنبقى عاملين لها شغل، مش كل الناس بيعجبها الشغل يعني. فالانتقادات وكده اللي هي كانت بتوجه لباسم ايام ما كان بيعمل شعره ما كناش بنركز فيها، لا كنا عادي بنعمل الحاجه اللي تبقى ماشيه معاه اللي هو عايزها، واكيد هو مش عاجب الناس كلها يعني. باسم طبعا عايز اقول له انت مريت بوقت صعب الفتره اللي فاتت دي، وانا من الناس اللي انا قريب ليك قوي وعارف اللي انت يعني قد ايه انت عانيت، بس انا عارف اللي انت عندك باور، وعارف اللي انت ما شاء الله عندك يعني عندك فكر اللي جاي بفكر مختلف، تنساها خالص من حياتك. بس ان شاء الله في بدايه الموسم الجديد انا عارف اللي باسم هيكون احسن من الفتره اللي هو كان متالق فيها كمان، عشان انا عارف باسم كمان مدى التحدي اللي بيبقى هو بيفكر فيه واللي هو على الاستعداد عليه يعني. والله يا ابراهيم شكل كده باسم اما يعني هدي شكله مش هيجي تاني، ولا لسه بتروح ولا ايه؟ كان ابراهيم معايا امبارح على طول وهيبات معايا النهارده. فعلا؟ اه ابراهيم ده مش شخص المحترم. هيبات معاك النهارده يعني؟ لا ما زوجتي في اسكندريه عندها. انتوا صحاب قوي يعني؟ ابراهيم ابراهيم عامة بصرف النظر هو مش يعني كوافير وكده، بس ابراهيم صاحبي صاحبي وصاحب جدع وصاحب راجل. ما شاء الله فنان كبير يعني، اسم كبير يعني. لا ابراهيم طبعا احسن كوافير في مصر يعني، بس ابراهيم كمان. بس انت قلت له خلاص خليها ساده بقى. خلاص بقى هو متضايق شويه، بس يعني وادي يا كابتن شكلك وحش يا كابتن مش عارف ايه، بس انا حابب كده يعني انا ستايلي كده بقى ده كده لحد ما ترجع وترجع بقى تاني الموضوع. لا والله بس هي قصه كابتن، اللي انا كمان شعري يعني بيقع الفتره دي، فانا بظبطه برام بيعالجه لي بقى، فان شاء الله الموسم الجاي يكون ظبط كده شويه. الدنيا تختلف، الموضوع يختلف. هتبتدي منين؟ برام شخصيه محترمه وانا بحبه بجد يعني، صاحب اخ يعني. ربنا يكرمه يا رب. تبتدي منين؟ هبتدي طبعا عند حسب القرار اللي هيتاخد ان شاء الله في نادي الزمالك. ان شاء الله هقعد مع المستشار مرتضى وامير قريب، فان شاء الله هبتدي من الاتجاه ده ان شاء الله، احدد الاتجاه بتاعي ان شاء الله. بس انا كده من بعد سموحه ما خلاص العلاقه اتقطعت بيني وبين سموحه، انا بتمرن يعني ما ريحتش اصلا خالص ساعتها وانا بتمرن، حتى اول ما شفت له انت خاسس وبتاع. فالحمد لله انا بتمرن، والموسم الجديد ان شاء الله ان شاء الله اعمل موسم كويس باذن الله. ان شاء الله تعمل موسم كويس ان شاء الله باذن الله. باسم ربنا يوفقك، جود لك ان شاء الله في اللي جاي، ترجع الزمالك وترجع المنتخب وتكسر الدنيا وترجع يعني اقوى كمان ان شاء الله باذن الله مما كنت.
مبروك على التغيير، مبروك على الهدوء حبيبك سيف. ان شاء الله باذن الله اتمنى لك كل التوفيق، وانسى اللي فات وابتدي صفحه جديده بهدوء جدا إن شاء الله. ركز في اللي جاي ان شاء الله باذن الله ترجع اكتر من الاول. والله يا كابتن سيف انا بشكرك طبعا، شرف لي. انا يعني حصل لي حاجات كتير مش كويسه في حياتي في الفتره اللي فاتت دي، بس انا في ناس ساعدتني، يعني في ناس ساعدتني كويس جدا. يعني كنت لسه بكلم معاك قبل الهوا، الكابتن اسماعيل طبعا ساعدني كويس، وامير قلت لي امير علاقتك بيه كويس. اه وامير طبعا، امير يعني امير يعني هو اللي وقف جنبي في حوار سموحه، اللي انا اروح سموحه يعني وقف جنبي. يعني كنت انا بروح المستشفى ما كانش راضي زي ما قلت لحضرتك، فاروح لامير امير جدع، اروح للمكتب ياخدني ويطلع على المستشفى المرتضى. لا امير عامل حاله كويسه قوي في النادي يا كابتن سيف بامانه بما يرضي الله. يا ما قلت لك ان مرتضى منصور جدع. لا جدع، بس انا عارف طول عمري اللي هو جدع، بس انا كان يعني اول مواقف اللي فات مات. لا بس هو شخصيه كويسه، وامير برضو شخصيه كويسه وعامل حاله كويسه في نادي الزمالك. وكابتن اسماعيل طبعا بشكره عشان هو واقف جنبي جامد جدا الفتره دي. طبعا بقى بشكر اهلي ووالدتي واخواتي، يعني هم لهم الفضل في اللي انا فيه طبعا. والدتي طبعا بشكرها وربنا يخليها لي يا رب، وطبعا زوجتي وبنتي ربنا يخليهم لي، هم كل حاجه في حياتي. ربنا يديك الصحه وان شاء الله باذن الله يوفقك ويخليك ويخليهم ليك. ربنا يخليك يا باسم، بشكرك وسعيد اني كنت معاك. شرف ليا، بشكرك يا باسم. شكرا ربنا. خلصنا حلقتنا مع واحد من نجوم مصر باسم مرسي، ان شاء الله باذن الله يرجع اكتر مما كان، وبتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق في اللي جاي. الناقد الرياضي الكبير الاستاذ طارق الادور، وحديث عن الدوري المصري المنتخب الوطني بعد الفاصل. اكيد هي قضيه الموسم وقضيه الراي العام، ويعني اخذت مجال كبير جدا على السوشيال ميديا، وهي ملف احمد والاحداث الاخيره في باريس. مساء الخير طارق بيه. اهلا بيك. مساء الخير، شرفتني منورني. اهلا بيك، وكل سنه وانت طيب طبعا بمناسبه الاعياد، وطبعا اقتراب كمان موعد بطوله كاس الامم الافريقيه اللي هي ان شاء الله تكون بطوله تاريخيه هذه النسخه يا رب، رقم 32 يا رب. يعني ملف احمد والاحداث الاخيره، احداث باريس طبعا كانت هي المسيطره على الراي العام بشكل كبير جدا، اخبار كثيره جدا، طلبوا مصوله للتحقيق، طلبوا للسؤال القبض عليه، ثم الافراج عنه، ثم احتجازه، ثم الافراج عنه، ثم انتهى الموضوع. ايه الموضوع؟ لا هو الموضوع ما انتهاش يعني. تمام. بدايه الموضوع ما انتهاش. انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي واللي تم تجديد فترة رئاسته 4 سنين قادمة، كان واحد من العناصر الرئيسية اللي أدت إلى نجاح أحمد على حساب عيسى حياته اللي أمضى في الاتحاد الأفريقي 30 سنة لحتة، يعني تقريبا 30 عام على رأس الاتحاد الأفريقي من سنة 88 حتى 2017، يعني 30 سنة إلا كم شهر كده. كان له دور كبير جدا، حتى إن إنفانتينو زار افريقيا سرا، بأكرر تاني سرا، اكتر من 5-6 رحلات. المفروض يعني ان رئيس الاتحاد الدولي لما يروح بلاد افريقيه عادي، ده خبر يعلن حتى على موقع الاتحاد الدولي الفيفا، يعني خبر ان رئيس الاتحاد الدولي راح زيمبابوي، خبر رئيس الاتحاد الدولي راح مدغشقر، راح هنا راح هنا، ده خبر عادي. جميع الاخبار بتاعت تحركات انفانتينو قبيل الانتخابات اللي ادت الى مجيء أحمد وانتهاء عصر عيسى حياته كانت سرية. يعني إنفانتينو راح وضع أعلى زيارة كان ليها دور كبير جدا في نجاح أحمد على حساب عيسى حياته، كانت الرحلة إلى زيمبابوي. رحلة زيمبابوي دي اللي كانت سرية تماما، وعلى فكرة أنا كنت أعلم بالزيارة دي وبعض تفاصيلها من خلال زملائي الإعلاميين اللي في زيمبابوي. أنا عندي أصدقاء في أفريقيا يعني، فأنا ما عرفتهاش من أي موقع، لم تذكر في موقع الاتحاد الدولي، لم تذكر في أي صحيفة عالمية، إنما إنفانتينو راح سرا إلى زيمبابوي وقعد القعدة اللي كان فيها أحمد، لأن هو من المنطقة دي، المنطقة الستة الإفريقية اللي هي في الجنوب اللي فيها زيمبابوي طبعا ومدغشقر وجنوب أفريقيا والدول ديت، وكان في ترتيب كامل لكل أحداث الجمعية العمومية، واللي هي كانت مصر برضو أنت تعلم يعني إن كانت من وراء الستار مساندة لأي جيل رئيس تاني. لا من أمام الستار أو من مختلف أنا في الحتة أو من أمام الستار زي ما يعني كانت مصر واحدة من ده مصر الوحيدة اللي من أمام الستار. تم الترتيب لكل هذا بوجود إنفانتينو. أرجع تاني بقى لإنفانتينو بالذات، في إيه الحكاية؟
إنفانتينو بعد عصر بلاتر أكثر عصور الاتحاد الدولي فسادا، وأنت تعلم أن يصل الأمر في اجتماع جمعية عمومية للاتحاد الدولي أن يتخبط على بيبان أعضاء الاتحاد الدولي ويتقبض عليهم في نص الليل من غرفهم بهدومهم، ده إيه ده؟ هو في إيه ده بوليس أداب ده؟ يعني أن ده يوصل إلى هذا الحد، ده كانت سقطة كبيرة في تاريخ الاتحاد الدولي. حتى في تصريحات إنفانتينو اللي لسه سامعينها دلوقتي قالك خلاص انتهى عصر الفساد مع كرة القدم. الفساد لن ينقطع، وإنما الفساد الظاهر والبين خلاص لم يعد له وجود في كرة القدم. الموضوع التحقيقات شمل خمس عناصر رئيسية هي اللي أدت إلى استدعائه، وأغلب هذه العناصر كانت في الشكوى المقدمة من عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي، واللي أقيل من منصبه بقرار شخصي من أحمد أحمد في الجمعية العمومية الأخيرة. كان هذا القرار أو كانت هذه الشكوى هي العمود الفقري اللي راح للاتحاد الدولي. البند الأول، وده بند كان مهم جداً، هو إلغاء عقد، مش هنقول أسامي الشركات عشان ده طبعاً إعلانات، بس في كان تعاقد بالنسبة للكاف مع إحدى الشركات الموردة لبعض الأدوات الرياضية، وهذا العقد تم في عصر عيسى حياته، وتم الاستعاضة عنه بعقد مع شركة أخرى. ممكن أنا معاي عقد مع شركة أفسخه أو أنهي هذا التعاقد بناء على أسس قانونية، لأن أنا عندي عقد تاني مع شركة أرخص، صح؟ يعني ده هيديني بعشرة قروش وده هيديني بخمسة، طب أنا بقى هنهي العقد وأدفع حتى لو كان شرط جزائي في مقابل أن أنا أبو عشرة هجيبه بخمسة، صح؟ لا، ده أنت جبت عقد مع الشركة الجديدة يزيد عن العقد الأولاني $830,000، ضربهم كده يطلعوا قد إيه؟ يطلعوا بتاع 15 مليون. $830,000؟ $830,000 الشركة الجديدة اللي هي التعاقد معاها. لحد هنا وممكن الأمور يقول لك طب أنا هجيب حاجات أكتر أو هجيب حاجة أكتر، لا، ده ثبت عمليا من واقع المستندات إن في علاقات شخصية بين أحمد أحمد ورئيس هذه الشركة الجديدة اللي خدت نفس حقوق شراء بعض الأدوات ديت ب $830,000 زيادة. وبره في حاجة لا تتم عندنا هنا للأسف، وأنا بقولك للأسف، كم من مشاريع وعقود وأمور مادية بتتم بين الاتحادات وأقاربهم وناس لها علاقة بيهم، رغم أن قانون الرياضة القديم والجديد واضح بأنه لا علاقة مادية بين أي من أعضاء الاتحاد والأقارب حتى الدرجة الرابعة. انت عارف يعني ايه الدرجة الرابعة؟ يعني الأخ ده درجة أولى، زوجة الأخ دي درجة تانية، والدتها تبقى درجة. بس القانون هنا واضح في الحتة دي بالظبط. فهناك في علاقات وفي أمور تربط علاقات وفيها مصلحة، يبقى ده يتنافى مع شفافية اتخاذ أي قرار. أدي البند الأولاني اللي حضرتك بتقوله ده مثبت، مثبت بالأوراق، لأن في عقود وعقد الشركة الأولانية موجود، وعقد الشركة التانية اللي هي الشركة الفرنسية التانية اللي يعني الشركة اللي تعاقب معها التانية فرنساوي، والشركة ديت والعلاقات اللي بين رئيس الشركة دي وأحمد أحمد مثبت بالأوراق. طب طلع إزاي؟ يعني مش أحمد أحمد إزاي؟ طلع إزاي العقود؟ طلعت من عمرو فهد. لا، طلع هو إزاي؟ طلع، لا هو طلع ده اتسحب جواز سفره، خلي بالك إن أحمد أحمد أخلي سبيله ولكن جواز سفره اتاخد منه، يعني أحمد أحمد كده موجود في فرنسا. يعني هو مش هيغادر فرنسا؟ مش هيغادر فرنسا إلا لو ثبتت التحقيقات سلامة أو براءة ذمته، هياخد باسبوره ويمشي. لم تثبت يبقى أحمد أحمد قاعد في فرنسا لغاية ما يتحل المشكلة دي، حتى لو بدأت كأس الأمم وأحمد أحمد بره. فالأمور واصلة إلى إن في تحقيقات. شوف أنت برضو، أنا بقولك ما وراء الستار، إنفانتينو قال الكلام إيه؟ قالك إحنا مش هنعقب إلا ما تصدر نتائج التحقيقات، والتحقيقات لسه شغالة. يبقى إذا الاتحاد الدولي أنت خليك يا عم كده لغاية متعلق كده لغاية ما نشوف التحقيقات دي إيه أصلها وفصلها. طيب ده بند. البند التاني،
وهذا مثبت ببعض الأوراق اللي هي لو تأكدت كمان حقيقتها هتبقى مشكلة تانية. أنه تم إثبات وجود رشوة تبلغ 20,000 دولار لرؤساء بعض الاتحادات. الاتحاد الأفريقي دلوقتي فيه 54 دولة. هم مقيمين إن تقريبا 45 واحد خدوا. يعني الأغلبية. بس طيب. ده باختصار. نقفل الملف ده وكل بس في كمان شراء سيارتين اللي هم تمنهم 400,000 دولار يعني حوالي 7 وشوية مليون جنيه سيارة في مدغشقر وسيارة هنا. والنقطة الأخيرة كنتش حابة أقولها بس التحرش بس طيب. مش هنكمل. احنا كل ده في النهاية قائد التحقيقات ودائما أي اتهامات بتبقى يعني أي واحد بريء حتى تنتهي التحقيقات وإن شاء الله بإذن الله لما تنتهي التحقيقات نناقش الموضوع بشكل مختلف. كاس الامم الافريقيه وحلم كل المصريين بالاستقبال، عملنا برزنتيشن النهارده مع المهندس هشام عزمي على الاستادات وعلى الـ 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 المؤسسات الدوله المصريه وما عملته من انجاز والشركات شركات المقاولات والناس الحاجات اللي تتعمل في 4 سنين وتعملت في شهرين. ده نوع من انواع الابهار. هقول لك على حاجه الاتحاد الافريقي هيتحط في مأزق. صح، مأزق حقيقي. انا 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 طول عمري بقول الجمله دي. 2019 وسك مين اللي هيعرف يجيب 6 ملاعب 6 مدن 6 مجموعات 24 فريق وفنادق وانتقالات مفيش. انا عايز اقول لك على حاجه، من الصعب جدا تخيل، مجرد تخيل، ان كأس الامم الافريقيه ستقام خارج 4 دول إفريقية فقط. مصر، جنوب أفريقيا، المغرب، تونس. بره الأربعة دول، حتى من ضمن الأربعة دول يعني باستثناء جنوب أفريقيا، عشان جنوب أفريقيا جابت كأس العالم في 8 مدن يعني أكتر من العدد ده ب 32 دولة. باستثناء جنوب أفريقيا حتى تونس والمغرب هيقابلوا مشاكل، يعني حتى تونس والمغرب اللي هما يعني عندهم البنية التحتية إلى حد ما غير بقية دول أفريقيا. إنما أنت هتقول لي بقى الكاميرون اللي كانت هتستضيف 2019 ديت بناء على أنها كانت ب16 دلوقتي بقت ب24 دولة ما عرفتش، أجلوها ل21 ونقلوا كوت ديفوار اللي كانت 21 بقت 2023. هل دول هيقدروا يستضيفوا 24 دولة؟ أشك 1000 مرة. يعني أنت عايز تقول إن مصر هتحرج ما بعدها؟ هتحرج جدا ما بعدها. خلي بالك ان مصر لو قلنا النهارده ان كاس الامم دي هتبقى 32، ده مستحيل طبعا، بس بقول لك بقت 32 دوله هتقدر تستضيف 32 دوله. انت هتبقى عايز ملعبين زياده ب 32 دوله. اقدر اجيب ملعبين زياده، مش اقدر اجيب مثلا استاد بورسعيد ده لو اتظبط واتعملت المشاكل الفنيه بتاعته يبقى ادي ملعب. اقدر اجيب ملعب تاني مثلا في اسكندريه، ملعب كمان استاد الماكس ده، ما هو استضاف كاس الامم الافريقيه 2006. يبقى عندنا الماكس وعندنا استاد اسكندريه، مجموعتين في اسكندريه وبورسعيد، يبقوا 8 مجموعات. يعني كمان مصر تقدر تاخد 32 دوله. مين تاني بقى؟ مفيش غير جنوب افريقيا المؤكد، المغرب وتونس نشك شويه لكن يقدروا بناء على ان هم عندهم الامكانيات. لكن في حرج بالغ للي هيعقب مصر. احنا بمصر هنا عملنا انجاز قريب جدا من اللي حدث في استضافه دوره الالعاب الافريقيه لو تفتكر 91. كان وانا طالع من استاد القاهره كان في مباراه نهائيه كده، كان فاضل على كاس الامم على دوره الالعاب الافريقيه 4 شهور. كان الصالات ديت مجمع الصالات اللي فيه 4 صالات اللي بيبهر العالم، كل واحد اجنبي جه شفته في بطوله استضافتها مصر في مجمع الصالات قال لك ايه ده؟ ايه المجمع ده؟ حاجة مبهرة. تخيل انت عندك 4 صالات جوه حتة واحدة. ده مش موجود في القليل من دول العالم اللي عندها الامكانيات دي. تخيل 4 شهور ده كان ايه بقى المكان ده؟ فاكر انت؟ سجن الحربي. انا شفت السجن، بوابة السجن الحربي. بعد 4 شهور كانت مصر على نفس هذا المكان بتستضيف كأس الأمم الأفريقية في صالات مبهرة في خلال 4 شهور. اللي بيحصل ده واثق من الجمهور؟ ده عنصر مهم قوي. الجمهور مهم جدا، بس يعني خلينا اقول صراحه احنا لم نلعب على الجمهور الحقيقي، الجمهور اللي بحنجرته دي.
لا احنا بنلعب دلوقتي على الجمهور اللي الكيوت كده اللي هو داخل بتذكره وحياخد. انا هنا مختلف شويه، ممكن تختلف معايا بس انا حضرتك بس واحده واحده. اه في السبعينات وفي الثمانينات احنا طول عمرنا تعودنا على الجمهور هو الجمهور. آه. سيدات ورجال وشباب واطفال واولاد كله في الاستاد. تمام. جينا اخر كام سنه بس بقت المدرجات لناس معينه. لا انا مش معاك في الناس المعينه اللي هي بتشتم، اللي هي بتعمل مشاكل، اللي هي بترمي حاجات، لا كويس. دول بره الحسابات. تمام. انا بتكلم على نوعيه الجمهور. أه. الحقيقي، جمهور الدرجة التالتة. أه. جمهور اللي هو البسيط اللي هو ايه؟ على فكرة جمهور الدرجة التالتة مش البسيط، هو البسيط واللي معاه فلوس واللي غني واللي مستريح واللي حابب واللي عاشق وكله بيشجع. أصل أنا عشت القصة دي فين؟ عشتها مع في مصر ونيجيريا، في مصر وغانا، في مصر. أه. في مصر وكونغو، في مصر. أه. قالوا الزبون ده مش بتاع تشجيع، وزبون المنتخب مش بتاع تشجيع. لا كان بتاع تشجيع. لا. في 2006 تمام كان درجه ثالثه. لا ما انا هقول لك، اصل 2006 دي كانت سابقه ل اشتري وتبيع قدام عينيك. عارف حضرتك ده لو مش سيستم دلوقتي والتذاكر خلصت كانت هتخلص. مانشيتات وفين التذاكر، وشوف مين اللي اشترى ومين اللي باع، وشوف سيف زاهر اخذ كام تذكره. تمام. وشوف حازم امام اخذ ايه. انا هقول لك حاجه، انا شخصيا في نهائي كاس الامم 2006 وانا رايح، في واحد اجنبي قال لي انا لازم عايز نفسي اشوف الاجواء ديت، وهو صحفي اجنبي. أه. وقال لي انا عايز اخش. طب انا ادخله ازاي؟ اسال بتاع. في الاخر انا شخصيا اضطريت ان انا اشتري له تذكره من السوق السوداء. انا كنت داخل بالاي دي بتاعي وهو اشتريته، كانت ساعتها اشتريتها له ب 500 جنيه في 2006 ب 500 جنيه تذكره، انا دفعت ثمنهم. بص حضرتك انا عايز اقول لحضرتك حاجه والله العظيم مش عشان كلام، احنا فخورين جدا بالسيستم، والسيستم في النهايه مريح جدا لكل الناس، واحلى حاجه ان كل واحد يتعب في حاجته عشان يجيبها، وكل واحد يبقى عنده سيستم. النهارده نوعيه معينه عملت، بكره نوعيه تانية هتعمل، بعد النوعيه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي هتعمل، لان ما عندوش سكه غير كده. مالكش سكه لا الصوت العالي ولا البلطجه ولا ولا ولا، هتعمل وهتلتزم وهتمشي بادب. تمام. بس انت ايه، بص عايز اقول لك على حاجه، كنا ممكن نمهد للحكايه دي، اصل هو ايه الناس فوجئت والجمهور يعني انا اخشى مش على مباراة منطقة مصر. فل دكتور تراهني، استنى هقول لك حاجة. تراهني انا كل خوفي مباراة بين موريتانيا وانجولا. يا دكتور رهان 1000 جنيه مني ب 50000 جنيه منك. طب يعني موريتانيا وانجولا يعني كده معنى كده ان انا ان شاء الله باذن الله هفلسك. طيب حبيبي يا دكتور شرفتني ونورتني، هيقطعوا علينا. طيب طب موريتانيا وانجولا هيحضرها كام؟ هيحضرها ان شاء الله. يعني هتلاقي الملعب مليان؟ لا مش مليان بس ان شاء الله هيحضرها. انا ده اللي انا خايف منه بس ان شاء الله باذن الله احنا هنعمل كل حاجه ما تقلقش، احنا متفائلين قوي وعندنا ثقه كبيره. ان شاء الله. شرفتني ونورتني. شكرا لك. بشكرك يا فندم. شاكرين. خلصنا حلقتنا النهارده، بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده في نفس الميعاد مع الكابتن احمد شوير، اشوفكم على الف خير.